الأهلي يصل لدور ال 16 بعد فوزه على سنديب بطل النيجر برباعية نظيفة. هنتكلم كل الكلام وكل الحاجات الحلوة اللي عملها النادي الأهلي النهاردة والأهداف اللي جت والأهداف اللي ضاعت، ولكن بعد ما نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب مباراة ومعاه مستر موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. كل التحيه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام، وكل التحيه لكل مشاهدينا ومشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه لقاء الاهلي وسنديب وفوز النادي الاهلي على فريق سنديب باربع اهداف نظيفه وصعود النادي الاهلي لدور المجموعات، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي الدكتور عمرو محب. مستر بيتسو مرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. الاول نقول لك الحمد لله على السلامه، نورت ملعب الاهلي ويا سلام، ومبارك لك النهارده على الفوز، فوز مهم والصعود لدوري المجموعات، اعتقد مباراه تعني الاهلي كتير. شكرا. Yeah, it's good. We scored four goals. We all know we could have done much better. Especially when you play against 10 against 11. But we did get the goals and it was good to get the rhythm and also important to give other players who've been out with corona a chance. Bring Afshar, bring Karaba, chance Akram. It was not tactical changes, it was the changes to get their condition up a little bit because they come from corona. But I'm happy Saad got a chance to play. He has been out for a long time. Ali Lotfi kept it quiet and Ryan got a chance, you know. So yeah, it's good. بيقولوا كويس طبعا، الحمد لله النتيجه كويسه، جبنا اربع اهداف بقى، كان نفسي طبعا نجيب اكتر، وكان كل كان واخد باله ان احنا كان ممكن عندنا فرص نجيب اكتر، بس اهم حاجه حافظنا على ايقاع اللاعب، ادينا فرص لاعبين اللي كانوا راجعين من الكورونا زي كهربا وزي اكرم وزي قفشه، وشفنا مبسوطين النهارده شفنا كابتن سعد سمير موجود النهارده، وعلي لطفي خد المباراه وعمل ماتش كويس، وريان برده خد زمن لعب النهارده كويس بقى له فتره، فكويس ان هو بنعلي على مستوى اللعيبه ونحاول ندي فرصه كل لعيبه ياخد زمن لعب يعني. عايز اروح لبعض النقاط الفنيه النهارده، على الرغم من ان في تغييرات او في غيابات، لكن شكل الاداء للنادي الاهلي سواء في الناحيه الدفاعيه او الناحيه الهجوميه نفس الاداء، يعني بيبقى في تطور اكتر على الرغم من الغيابات، النادي الاهلي محافظ على نفس الاسلوب ونفس الطريقه. Yeah, look, we as I said, we don't have to make excuses for the players who are not here. Tonight is better. We got Afshar back. We got Akram back. And we got even Saad, who has not been playing, back. We got Karaba back from Corona also. So it's good that we get some players back. And we have been going through a lot of challenges because of Corona and because of injuries. And then we get them back, we still have to build their condition. So we have not been stabilized for the last 3 weeks. This one goes out, this one comes back, this one goes out, this one comes back. But inshallah, in the next 2 weeks, we should be stable. And we've got big games coming, the two Super Cups coming and the World Cup. And we still have to keep up with the dowry. So at one stage, we'll get everybody back. طبعا ما بحبش اقول اعذرني في لعيبه غايبه، فبحاول احافظ على نفس الايقاع. النهارده كان في عندنا فرصه ان احنا نرجع لعيبه زي كهربا وزي قفشه، شفنا سعد سمير موجود، شفنا عيد، شفنا لعيبه رجعت، ده كويس. بس احنا مشكله عندنا التحدي الاكبر موضوع الكورونا، في لعيبه بتغيب، احنا مش عارفين نظبط، لان على طول في لعيبه بيحصل غيابات. نتمنى في الاسبوعين الجايين عندنا ماتشات مهمه ان احنا نحاول قدر الامكان نحافظ على المجموعه، ما بقاش في غيابات بسبب كورونا، واحنا نعلي المستوى علشان يعني ندي ادائنا اللي احنا عايزين نديه، لان الغيابات كانت مأثره علينا الفتره اللي فاتت. عايز اكلمه على نقطه التدوير والسياسه التدوير اللي بيعملها في اللاعبين، وايضا سياسه تغيير الطريقه من 4-2-3-1 ل 4-3-3 في نفس الاطار. النادي الاهلي ما بيتاثرش فنيا في تغيير طريقه اللعب، اللعيبه بقى عندها قناعه فنيه بالشغل بتاع مستر بيتسو موسيماني. Yes, the players availability influence the formation, whether you want to play 4-4-2 or 4-2-3-1 or 4-3-3. We've been making a lot of changes and it destabilizes the team. Not because we want to make changes in the formations, it's because who is available. هو بيقول طريقه تغيير طريقه اللعب مش علشان خاطر انا عايز اغير طريقه اللعب، عشان خاطر اللعيبه المتاحه، يعني اللعيبه الموجودين المتاحين هو بيخليهم يقلب 4-4-2 4-3-3 4-2-3-1 على حسب المتاح من اللاعبين، فهو الغيابات هي بتغير طريقه اللعب. بيقابل تحديات كتير، عندنا كاس العالم للانديه،
حلم جماهير النادي الاهلي ان احنا ناخد كاس العالم الانديه، اعتقد ان مستر بيتسو موسيماني عنده نفس الحلم، وايضا دوري ابطال افريقيا انت يعني لسه متوج كبطل للبطوله التاسعه، الجماهير عايزه منك البطوله العاشره بمشيئه الله. Look, everybody has a dream. If you ask any coach, do you think you can win this tournament? If you qualify for that tournament, it means you have an opportunity to win it. Okay? But we have to be realistic. Is it easy to win the World Cup? Very difficult. Which team in Africa has won it? Maybe it can start with us. We all want to win it. But if you don't win it, I think it's very important to have a very good presence to represent Africa in the World Cup. And Ali can do that. Ali has capacity, you know. It's not easy, but anything is possible. So, but what is realistic is to win the two Super Cups. We have potential to win the two Super Cups. And it would be nice to win five cups if you add those two. But one at a time, even the first one, one at a time, you know. But we can make history. I think Ali has never made this history, so we can make this history. هو بيقول حياتك طبعا اي فرقه بتتاهل لكاس العالم الانديه يبقى عندها الحلم مشروع ان تكسب البطوله، كل المدربين نفسهم يحلموا بالبطوله يكسبوها، بس خلينا واقعيين طبعا صعب، بس طبعا دايما بيكون في اول مره، ممكن يكون احنا اول فرقه افريقيه، ما فيش فرقه افريقيه قبل كده كسبت كاس العالم الانديه، بس ممكن نكون احنا، بس خلينا واقعيين صعب. هو الاسهل بالنسبه لنا وفي منال الفريق يعني ان احنا نكسب كاس السوبر الافريقي والسوبر المصري عشان نحقق 5 ألقاب، فده يبقى سهل، وده يبقى برضه اعتقد ده يبقى انجاز بالنسبه للجيل الحالي ان نحقق 5 ألقاب في موسم واحد. لكن طبعا احنا هننافس وعلى الاقل نمثل تمثيل مشرف لافريقيا في كاس العالم الانديه. اخيرا عايز اختم معاه بانضمام وولتر بواليا، شايف الصفقه ازاي وهيكون اضافه قويه واحد من اللعيبه المهمه في الدوري المصري، اكيد انه اضافه لفريق النادي الاهلي. Yeah, we have added him because we need a little bit more in terms of numbers. Like now we had to play Ryan as a striker because why Marwan is not available also as a striker. So we need one more of the striker, and today I play Sharif on the side to play also a little bit on the side. So yeah, Walter will add value. Look, he's been scoring goals. I know it's difficult to score at Ali because I think the red jersey can be a little bit heavy, to be honest. And if he can take the pressure, and yeah, he will add value. And there's a lot of games to go. So we need a lot of players for the next two cups and the World Cup. So yeah, we are excited to have Walter and hopefully get a chance to play next week. هو بيقول والتر طبعا احنا جبناه علشان محتاجين زياده عاديه في كل مركز، يبقى عندنا اكتر من لعيب. احنا شفنا في غياب مروان النهارده لعبنا ياسر ريان، احمد ياسر ريان، وبندي فرص لعيبه. والتر طبعا فريق النادي الاهلي فريقه تقيله، مش اي حد ممكن يلعب بيها ويأدي. هو جاب اجوان في الدوري، نتمنى ان هو يدي نفس المردود معانا وهو بيلعب مع النادي الاهلي. هو الاسبوع الجاي ممكن ياخد فرصه لعب ويكون موجود، ويتمنى يكون ليه يعني، هو طبعا اضافه للفريق، بس يتمنى يعني يقدر يلعب تحت الضغوط في النادي الاهلي ويجيب اجوان ويدي مردود احنا منتظرين منه. شكرا كمستر بيتسو، ومبارك لك ونتمنى لك توفيق في مشوارك مع النادي الاهلي. شكرا حبيبي، شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سونديب ب4 أهداف نظيفه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح. كابتن شريف، الف مبروك النادي الاهلي، فوز مستحق. الف مبروك كابتن ايمن، الف مبروك كباتن، مبروك على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي النهارده الوصول الى دوري المجموعات. دايما وابدا الفوز هو اللي بيخليك بتحدد مراحل الانطلاقات في البطولات الكبيره، خصوصا اللي هي البطوله العاشره باذن الله، زي ما جماهير النادي الاهلي بعد التاسعه طالب اللعيبه وطالب الجهاز الفني وطالب مجلس اداره بالعشره. اول حاجه اتقالت يا ايمن العشره يا كباتن، العشره يا نادي، العشره يا اهلي، كل حاجه جميله قوي بعد الفوز. انما اذا كان دوري المجموعات هنشوف بعد كده الفرق اللي هتتاهل شكلها ايه باذن الله، لازم يكون لينا ان شاء الله في حكايه كورونا دي، وان احنا نبقى بلعيبه كتير جدا باكتر من لاعب في كذا مركز. اديك شفت النهارده الدكه محترمه جدا بالنسبه لنا احنا، ان احنا نبقى محتاجين اللعيبه كلها يعني كويسين، اللعيبه كلها اصحاء، اللعيبه كلها
عايزه. يعني انا شايف النهارده احنا الشوط الثاني غير الشوط الاولاني، الشوط الثاني خلاص حافظنا على المكسب، واي حاجه بينا بنلعب في خطف اي اهداف جايه بدون ما يبقى في التحامات كتير، اصابات، اي حاجه، الدنيا بتبعد. حتى خربوش اللي جه الكهرباء ده جه يمكن الراجل في احتكاك قريب بس فسند على كهرباء وكان في ضغط على رقبته، يعني هو ده الشكل الوحيد اللي كان في المباراه اللي احنا قلقنا منه. حضرتك بتتكلم على موضوع اللعيبه وان احنا محتاجين اللعيبه ومحتاجين كل لعيب في مركزه، وكمان عايزين نتكلم على التدعيم اللي حصل في اخر السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت طبعا خلاص اربع خمس ايام بانضمام والتر بواليا للنادي الاهلي، وده طبعا هيبقى تدعيم ايجابي جدا مش والتر بس، انما اي حد تاني في اعتقد ان مجلس اداره واللجان الموجوده وكل حاجه في تواصل دايما في البحث عن ناحيه اليمين. عندنا مهمه جدا احنا يكون عندنا في حد في الناحيه اليمين باك رايت، بس هو يعتبر اضافه للقوه الهجوميه للنادي الاهلي. طبعا لو اتكلم على والتر بواليا بالاخص يعني احنا عايزين كل التوفيق ليه، يعني انا بتمنى له، احنا عارفين ان هو، انا مش هقيمه، هو راجل قايم نفسه من الاداء في اول بطوله الدوري وفي الاهداف اللي بيجيبها وسرعه تحركاته جوه خط 18. احنا كل اللي بس اللي بنتمناه اي لعيب يجي النادي الاهلي زي طاهر محمد طاهر، ما تمنينا له النهارده انه يكون موفق ويجيب اهداف، احنا بنتمنى لهذا اللاعب انه يندمج بسرعه لان احنا محتاجينه في بطوله الدوري، محتاجينه في افريقيا، محتاجينه في بطوله العالم للانديه القارات، الانديه اللي حايزه على البطولات. ف كل لعيب بيجي النادي الاهلي احنا زي كهربا كده، زي طاهر محمد طاهر، زي الناس اللي هي بتندمج بسرعه ونبقى عايزين لها تبقى في احسن حال. مش عايزه يعني، واتمنى كمان يا ايمن ان اللعيب ده يجي يلعب على طول، يعني ما احطوش بقى بره واديله ثلث ساعه وبعدين نص ساعه وبعدين اخليه واحده، اللي هي السيستم اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي اللي بيجي ما بيخشش على طول يبقى موجود. لا اعتقد ده امكانياته تؤهله ان يلعب مباشره، هو خارج من اوريدي من المباريات وخارج من ستاندنج بيلعب في فرقه، ان هو راجل اساسي وموجود، واحنا من المستوى اللي هو ظهر بيه امكانياته هايله ما شاء الله، امكانياته هايله. فبنتمنى له، بنتمنى لجميع اللعيبه الحقيقه اللي كانت مصابه او رجعت او كان في مسحات ايجابيه وبقت سلبيه خلاص، انها ترجع تاني للفورمه بتاعتها وتدينا الثقه والامان الحقيقه. يعني اسامه النهارده وعادل وعلاء بيقولوا لي انت قلقان من الماتش ولا؟ قلت لهم لا انا مش قلقان من الماتش، بس احنا في ظروف بتحوط بالفرق ان هي ما تبقاش في الفرق الشكل الاساسي بتاعها، يعني ما بنتمنى ان الوضع بتاعنا، الستاندنج بتاعنا، التيم بتاعنا، الاحتياطي بتاعنا، كل حاجه تبقى مجهزه، لان احنا زي ما احنا قلنا في اول الاستوديو احنا فرقه بطولات. صح. مش فرقه ان احنا نكسب النهارده ونتعادل بكره، باذن الله يبقى التوفيق زي مباراه النهارده كده كنا نتمناها، 9 اهداف و10 اهداف زي البطوله اللي فاتت، ابتدينا وافتتحنا البطوله بفرقه كسبناها حوالي 13 هدف طلعناها بره، تطلع بره لو تفتكرها. فالنهارده الحمد لله وعقبال اللي جاي باذن الله. باذن الله رب العالمين. هنروح مره ثانيه لملعب المباراه وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد بجدد التحيه بيك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي مرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مكاسب متعدده النهارده من هذا اللقاء، فوز وصعود لدور دوري المجموعات، اول هدف لطاهر، اول هدف لبدر بنون مع النادي الاهلي، عوده اكرم، عوده قفشه، عوده كهربا، عوده سعد سمير، مكاسب متعدده النهارده بجانب الفوز في اللقاء. طبعا في البدايه طبعا برحب كابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن عادل طبعا، يعني تحياتي ليهم طبعا. وزي ما انت قلت مكاسب كبيره الحمد لله النهارده حققها، زي ما انت قلت عوده قفشه وكهربا وسعد سمير وكل الناس الموجوده النهارده، برده اكرم بعد الكورونا، وطمنينا الحمد لله برضو على وليد سليمان نفس القصه، واعتقد الحمد لله احمد ياسر برضو بياخد فرصه من الناس الوعد ان شاء الله، يعني برضو نفس القصه. فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره الحمد لله. برضو انت عارف الفرقه كانت بتلعب بناحيه بدنيه كبيره جدا يعني، والتحامات كبيره جدا الحمد لله، برضو ان احنا نطلع الحمد لله من غير اصابات برضو الحمد لله، دي حاجه برضو ايجابيه الحمد لله. نركز الماتش الجاي بقى ان شاء الله، نفصل ان شاء الله في الماتش الدوري وربنا يوفقنا فيه ان شاء الله. كابتن سامي، على الرغم من الغيابات او العناصر اللي بتغيب سواء الاصابه او الفيروس كورونا، طريقه لعب النادي الاهلي بتتحول من 4-2-3-1 ل 4-3-3، لكن الاهلي محتفظ بنفس الشراسه سواء في خط الدفاع او خط الهجوم.
وده الحمد لله اللي الراجل بيتكلم فيه على طول يعني من بدايه التمرين. لكن في اوقات كتيره طبعا بتحصل حاجات قدريه غصب عنك يعني. يعني يمكن قبل ماتش دجله حصل لنا اصابات كبيره جدا وحصل لنا ناس كتيره جات لها كورونا وكده، اضطرينا نغير طريقه اللعب. كنا بعد ما بدانا ب 4-3-3 خصوصا ماتش افريقيا، وبعدين لعبنا ماتش الاتحاد وكان كنا عندنا يعني عندنا خطه اللي احنا نكمل فيها ونستمر 4-3-3 يعني. لكن اصابه طبعا السوليه واصابه اكرم خلتنا نغير طبعا في تفكيرنا، ما كانش عدد البدائل متاحه كبيره يعني. لكن الحمد لله النهارده برضو ان احنا نرجع باللعيبه ديت، وان احنا نرجع يبقى عندنا اختيارات كتيره، ومهم كتير ان انت مهم جدا ان انت تدخل لعيبه كتيره جدا في جو المباريات، عشان انت عارف عندنا بطولات كبيره بنلعب عليها سواء افريقيا او سواء كاس، بطوله ان شاء الله كاس العالم، السوبر اللي جاي ان شاء الله. فاعتقد الحمد لله دي برضو حاجات الراجل بيتكلم عليها كويس وبيشتغلها الحمد لله يعني. نقطه في غايه الاهميه وحضرتك اثرتها، مهم جدا ان ندخل عدد كبير جدا من اللعيبه في جو المباريات، والنقطه دي كان الاهلي مفتقدها فترات كتير جدا وكان بيعاني منها لما بيبقى في عدد كبير من الاصابات. سياسه التدوير الاهلي بيعملها بطريقه اكثر من رائعه. بص برضو دي يعني تحسب لراجل يعني، خصوصا انت لما تيجي تبني فرقه مهم جدا ان انت تكون عندك في كل خط او كل مركز فيه 2 لعيبه، وفي لعيبه تقدر تلعب في كذا مركز. يمكن ده اللي احنا الحمد لله الراجل عمله في بدايه تكوين الفرقه. انت تلاحظ دلوقتي ان الحمد لله يعني باك رايت عندنا هاني الحمد لله، وبيكام، علي معلول، وحيد، وايمن يقدر يلعب بالمساكين الحمد لله. عندنا ايمن وبدر وياسر وسعد سمير ومتولي ان شاء الله لما يرجع. نص الملعب عندنا سوليه واكرم وديانج وحمدي فتحي. الاطراف الحمد لله برضه عندنا كتير، جونيور ان شاء الله لما يرجع، عندنا كهربا، عندنا طاهر، فالحمد لله برضه نفس القصه، مروان، شريف، بوليا بعد ما رجع. فاعتقد الحمد لله دي بتدي برضه الحمد لله اريحيه لينا ان انت تختار كويس، ان يبقى في منافسه كويسه بين اللعيبه، وفي الاول والاخر المستفاد الفريق يعني. عايز اختم معاك بنقطه مهمه كابتن سامي. الاهلي عنده تنوع شويه في محاور الهجوميه، بنشوف الكرات العرضيه سواء من الجانب اليمين او الجانب الشمال، الاختراقات اللي بتتعمل من عمق الملعب، كلها اسلحه النادي الاهلي بيشتغل عليها يعني. 4 اهداف بس انت بتوصل كتير، وده ان دل بيدل على الشغل اللي الراجل بيعمله في خط الهجوم. طبعا الحمد لله، ودي من الحاجات اللي الراجل دايما بيتكلم فيها وبيشتغلها، ان انت طبعا لازم تنوع في كل الحلول المتاحه بالنسبه لك، سواء كرات عرضيه زي ما انت قلت، اختراق من العمق، كرات ثابته مهمه برده نفس القصه، يمكن احنا حققنا فيها برده الماتش الاولاني بالجون الجاو ديانج برده كان من كره ثابته. فاعتقد الحمد لله دي بالحلول، لانك انت اوقات كتيره جدا هيبقى واحد من الحلول ديت اللي تكسبك الماتش يعني. فالحمد لله ان انت عندنا تنوع في النواحي ديت الحمد لله، سواء في الاطراف، سواء من العمق، سواء من الكرات الثابته. وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله الماتشات اللي جايه، واهم حاجه بس ان اللعيبه ربنا يسلمهم يعني، لان الموضوع طبعا الكفيد ده موضوع صعب جدا علينا، تبقى انت عامل حساباتك على حاجات معينه لكن بتتغير يعني. لكن ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يكونوا سالمين الفتره اللي جايه، وان شاء الله نكمل ان شاء الله سواء في الدوري او في بطوله ان شاء الله. الجماهير مستنيه منكم كتير الله، واحنا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله زي ما احنا نبقى دايما عند حسن ظنهم يعني، ونقدر نعمل اللي علينا ونقدر نخدم الفرقه ان شاء الله. شكرا كابتن سامي والتوفيق دايما. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي مصون مدرب فريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سونديب 4 اهداف مقابل لا شيء، وصعود النادي الاهلي دوري المجموعات. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح. كابتن علاء، الف مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق. فوز مستحق ومتوقع، المباراه فنيا مش هتكلم عليها فنيا كتير قوي، لان هي فنيا مش عاليه قوي فنيا. احنا ممكن نتكلم عن النادي الاهلي فنيا بعد كده، الفريق تاني يعني، ما هي فنيا متواضع فنيا. ما هي فنيا انت ما كنتش في اعلى مستوياتك النهارده عشان الفريق التاني. ايوه يعني كنا بندردش كده دلوقتي احنا في الفاصل، بنقول ان 4 قليله قوي. طب على الظروف بتاعت المباراه وعلى المنافس اللي جت، على المنافس كمان يا ايمن، وعلى الطرد اللي بدري قوي وكان فرص كتير قوي. لكن لو جبت الشوط الثاني كده هنتكلم عليه فنيا، كميه باصات مقطوعه كتيره جدا 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 بدون اي مبرر، بدون ضغط، بدون مبرر ولا ضغط ولا حاجه خالص. الشوط الاول كان فيه نوعا ما طمع شويه في الفرص. عجبني حاجه عملها مستر موسيماني، التغيير اللي عمله بين الشوطين كويس قوي يعني. تقريبا كلنا كنا بنفكر في كده يعني، كفايه معلول يريح. لو عايز بقى يدي لعيبه ثانيه من بدري يدي، كويس ان هو ساب احمد ياسر حتى لو ما حضرش اهداف، لكن يدي له المباراه كلها. ساب وليد ادى له المباراه كلها، لان كمان ايمن انت عندك مباراه يوم الجمعه، انت محتاج كل اللعيبه دي. صح. يعني هو برده دايما ايام مدير فني المباراه بالنسبه له مش النتيجه، لا ده هو كمان بيشوف اللعيبه، هو عايز ايه من اللعيبه نفسها. يعني هو النهارده مدي وليد مباراه كامله، بدنيا كويس لوليد. صح. معلول كويس قوي شوط البدايات لما رايح الشناوي هايل طبعا، مش محتاج الشناوي في مباراه زي دي. معلول لطفي لازم يبقى موجود، التغييرات من بدري انا عجبتني جدا. لكن كل ده
أربعة نتيجة مش قليلة في كرة القدم، لكن أنت كان النهاردة في مقدورك تعمل نتيجة عالية جدا وكانت سهلة جدا النهاردة، لكن زي ما بقول لك أيمن أخطاء كده ممكن استسهال شوية، الماتش بقى سهل. عارف إحنا برضو هنروح هنيجي إحنا عندنا مشكلة لما بتلاقي حاجة الموضوع بقى سهل أنت بتستسهل تسهل الموضوع، يا تستسهل الموضوع يا إما الريتم أو الأداء ياخدك وتهدى. إنما النهاردة مش هادي، النهاردة أنت أخطاء كتير قوي مش مبررة، لكن في الآخر تأهل متوقع وطبعا اكيد عن جدارة واستحقاق. عندك مباراه مجموعه ان شاء الله في الدوري اكيد بتستعد ليها، هتستنى بقى تشوف المجموعه اللي انت موجود فيها زي ما قال كابتن شريف ان دايما الناس بتدور على العاشر، خلاص ما عندكش انت نسيت التاسعه دي خلاص الموضوع انتهى. النهارده بقول للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني مبروك التاهل. والحاجه النهارده الملاحظه قوي في المباراه ان انت بتلعب فريق دايما بيلعب كره نظيفه فعلا، مفيش اي خشونه خالص، مفيش تعمد لايذاء اي لعيب، حتى اللي بيحصل في الاخر اللي حصل مثلا مع كهربا دي حاجه عارضه كده مش اصابه جامده، لكن هو فريق فعلا هادي جدا ما بيعملش حتى خشونه. ممكن تلاقي فرق فنيا وكان كتير قوي كنا بنقابلها وكان اسامه لعبنا مع فرقه جامده كده فنيا قليل قوي لكن مؤذيين في لعبهم. النهارده لا، فريق هادي جدا مستوى متواضع، ما فيش إزاء لعيبة النادي الأهلي، فالحمد لله النهارده تأهل متوقع، وكنت أتمنى تيجي تبقى أكتر من كده، لكن في الآخر بقول ألف مبروك. وبرضه مكملين مع حضراتكم، إنما هنروح مرة تانية الملعب مباراة وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع سعد سمير العائد بعد غياب. جديد بجد التحية بك يا كابتن أيمن وضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. معي في هذه الأثناء واحد من ولاد النادي الأهلي وواحد من رجالة النادي الأهلي. في البداية نقول له حمد لله على السلامة سعد، ألف مبروك على الفوز، حمد لله على السلامة، مليون حمد لله على السلامة. لحظة كنت مستنيها وكل جماهير النادي الأهلي مستنيها. الحمد لله، يعني برحب بكم وكل سنة وأنتم طيبين، وبرحب بالاستوديو كابتن أيمن شاوي وكل ضيوف الكرام، ودايما كده متألقين وسنة سعيدة وسنة خير عليهم. الحمد لله، يعني بداية خير إن شاء الله، وكون بداية خير وسنة جديدة كلها خير بإذن الله. الحمد لله، يعني الواحد سعيد إن هو النهاردة رجع وأول مباراة لي بعد العودة، كنت اتصبت في أفريقيا ورجعت في أفريقيا برضو، وكان في نفس التوقيت اللي أنا اتصبت فيه، كان في آخر السنة كان 28/12 ورجعت الحمد لله الأيام دي. فالحمد لله يعني كانت إصابة طويلة وإصابة صعبة بالنسبة لي، وقعدت خدت فيها وقت طويل وكان فيها إصابة قبلها، فالحمد لله أتمنى من ربنا إن تكون فتحة خير. و يعني الحمد لله الواحد كان جواه حاسس كتير النهارده، مبسوط وسعيد وقلقان لكن بشكر طبعا الجهاز الفني وبكره كوتش طبعا موسيماني، اتكلم معايا الفتره اللي فاتت وقال لي ان انا محتاج ان انا اديك الفتره اللي جايه الماتشات اللي هنحسمها بدري علشان خاطر اجهزك وعايزك تبقى موجود. يمكن هو قال لي على السيناريو اللي هيحصل النهارده بعد ما نبقى 2-0 في وقت معين هتبتدي تاخد، و الحمد لله يعني الواحد نزل واطمن على نفسه واشتغل بشكل كويس وواحده واحده يبتدي يخش في مباريات، فالحمد لله. يعني كابتن سعد، انت واحد من اولاد النادي او من اللعبه الكبار، فالراجل واخد مبدا المناقشه، دايما بيتناقش معاك ودايما بيكلمكوا، قريب جدا من اللعيبه وبيشتغل على العامل النفسي كويس قوي. هو الراجل قريب من الناس كلها من كل الفريق، ممكن متعودين في النادي الاهلي اللعبه الكبيره بيبقى لها دور سواء مع المدير الفني او مدير الكوره، فهو يعني بيتكلم على طول مع كباتن الفريق اللي هم الشناوي وايمن اشرف وسعد سمير وكابتن وليد سليمان، فعلى طول لو في اي حاجه ممكن يتناقش معانا او بياخد راينا في حاجه، فحاجات كلها خاصه بالفريق يعني مش حاجات فنيه، فهو دي شخصيته. الحاجه الثانيه ان هو بيحاول يقرب من معظم اللعيبه، النهارده كان حريص وقال قبل الماتش ان هو يحاول يدي معظم الناس اللي ما خدتش بقى لها فتره والناس اللي راجعه من كورونا عشان يجهزهم، فهو بيشتغل على الحته النفسيه، وهو مدرب ذكي وبيعرف يكسب لعيبته كلها ودي ميزه ومساعداه، وطبعا خبراته الكبيره والبطولات اللي حققها قبل كده فمدياله يعني خبره كبيره ان هو يتعامل مع كل اللعيبه يعني، فبتمنى له التوفيق معانا ان شاء الله ونكمل على الفتره اللي فاتت البطولات اللي حصدناها ونكمل عليها ونكمل ان شاء الله البطولات الموسم ده كمان. عايز اقول لك فتره الاصابه تبقى من اصعب الفترات في حياه لعيب الكوره وان شاء الله ما ترجعش تاني. شفت التفاف جماهير النادي الاهلي مع سعد، لعيبه النادي الاهلي الجميع كان في ظهر سعد سمير والنادي الاهلي ايضا كان في ظهر سعد سمير. والله طبعا يعني انا حابب من خلالكم اشكر النادي الاهلي واشكر على رسول مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، بشكر الكابتن الخطيب بشكل شخصي لان هو كان اكتر داعم فتره الاصابه الفتره اللي فاتت، على طول كان بيتصل بيا وعلى طول كان بيطمن عليا ويدعمني واحنا في ظهرك وخد وقتك وما تقلقش وان شاء الله ترجع احسن من الاول. فطبعا هو بيتعامل معانا كاب غير ان هو كرئيس نادي اسطوره كبيره، فبيتعامل معانا كاولاده، مجلس اداره كله كان بيدعم بيتصل بيطمن، فدي حاجات معنويه بترفع من اللعيبه. بشكر زمايلي
اللي دايما واقفين في ظهري واللي دايما بيساندوك وعايزينك ترجع وعايزينك بشكل كويس. وطبعا بشكر الكابتن سعد عبد الحفيظ بشكل خاص، الفتره اللي فاتت برده كان دايما معايا ودايما بيساندني، ومعظم اللعيبه المصابين ان شاء الله يرجعوا بالسلامه، نيدفيد محمد محمود ومتولي ان شاء الله واجاي ومعظم المجموعه المصابه، فده مش غريب على النادي الاهلي، وعلى ان هو بيبقى دايما مساند ولاده ودايما واقف جنب ولاده، ودي الحمد لله الرساله اللي بتتنقل لكل اللعيبه. فزي ما بقول لك يعني الواحد بيبقى سعيد ومحظوظ ان هو موجود في كيان كبير زي النادي الاهلي. الاسره ودورها معاك ودور ست الكل دايما يعني هي بتوصل بيك في الدعوات بس مش في مارينا. لا الحمد لله والله، يعني الاسره هي الاساس دايما، يعني الحاج والحاجه وزوجتي واولادي، فربنا يبارك لي فيهم وربنا يخليهم لي، والواحد ماشي بدعواتهم فالحمد لله. فالفتره اللي فاتت فتره مهمه، وزي ما انت شفت النهارده الواحد كان سعيد بتشجيع الجمهور النهارده، والواحد هو نازل الناس في ظهره والناس بتسانده، دي احسن حاجه وامتع حاجه الواحد بيتمناها في حياته، خصوصا لما يكون جمهور كبير وعظيم زي جمهور النادي الاهلي اللي هو انت اساسا بتلعب علشانه يعني، وبتتمنى ان انت تساعده ان انت تفرحه، وهم العنصر الوحيد اللي في المنظومه اللي ما بيستفدش حاجه الجمهور. فيعني بشكرهم بقول لهم دايما كده في ظهرنا، ودايما انتوا اللي بتدعمونا وبتساندونا، ودايما انتوا اللي بتعملونا وواقفين في ظهرنا، وان شاء الله نشرفكم دايما. اخيرا انا عارف انت رايح ماشي مع وليد سليمان، شفت لقطه وليد سليمان مع بدر بنون ازاي؟ واللقطه دي احنا دايما متعودين نشوفها في النادي الاهلي، اعتقد لقطه كبيره جدا يعني، كان وليد اللي عليه الدور او الرقم ان هو اللي بيشوط ركلات الجزاء وسابها لبدر بنون، اعتقد دي رساله جوه النادي الاهلي. والله احنا كلنا من عندك كنا يعني بنقول بدر يشوط وكده، والكابتن وليد سليمان زي ما انت قلت هو كان يعني بيبقى بالتنسيق بينه وبين اللعيب اللي عايز يشوط، هو محطوط هو وبدر، فاحنا قلنا له يعني لو ما فيش مشكله هو جاب جون، وبدر عايزين برضو، بدر لعيب مهم بالنسبه لنا ولعيب اضافه بالنسبه لنا، ولعيب دايما احنا بنحاول اللعيبه اللي هم مش مصريين يخشوا معانا، لكن هو طبعا دلوقتي بقى مصري خالص دلوقتي. لا هو من اللعيبه الشخصيات الجميله الهاديه الطيبه اللي فعلا شبه النادي الاهلي وبتاع النادي الاهلي يعني، اتمنى له التوفيق ان شاء الله. واحنا بتتكلم زي ما بقول لك احنا كباتن والفريق دلوقتي واحنا الكبار، فانت بيبقى عليك دور ان انت تحاول المجموعه كلها تبقى كويسه، المجموعه كلها انت محتاج كل العناصر على مدار الموسم، محتاج اللعيبه كلها تبقى جاهزه، اللعيبه كلها تبقى في احسن فورمه، فده دورنا ان احنا نشيل بعض وان احنا نساند بعض، ان احنا لو في واحد بعيد شويه بنحاول نقربه ونحاول ان احنا ندخله، فهي دي الروح الموجوده وهي دي اللي بتميزنا يعني الحمد لله. اشكرك كابتن سعد واتمنى لك التوفيق. حبيبي الف شكر، الف شكر. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع سعد الدين سمير لاعب النادي الاهلي اللي نقول له الحمد لله على السلامه، مكسب كبير جدا يعني بجانب الفوز النهارده في اللقاء، عوده سعد سمير وعوده بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين من الاصابه وفيروس كورونا، طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، ومن جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا للزميل العزيز فاروق صلاح، وطبعا عودة حميد للكابتن سعد سمير، وطبعا برضو وجود كهربا النهارده ووجود اكرم توفيق ووجود كمان قفشه ورجوعهم كلهم بعد الكورونا يعني من ضمن ايجابيات المباراه النهارده، ونتمنى السلامه لجميع اللاعبين والجهاز الفني ان شاء الله. كابتن اسامه مكسب مستحق للنادي الاهلي، والف مبروك طبعا قبل كل ده. الله يبارك فيك يا ايمن، مبروك لجماهير النادي الاهلي والجهاز واللعيبه وكل الناس اللي لها علاقه بالنادي الاهلي. فوز سهل ومستحق كان متوقع، كلنا توقعنا اهداف كتيره، بالذات لو الهدف الاولاني جه بدري، وده اتحقق في الشوط الاولاني في الدقيقه 12، الهدف جميل حطه محمد طاهر. لكن اللي يعيب النهارده بس انه رغم ان المكسب 4-0 ده يعتبر سكور كبير، لكن كان في فرصه كبيره للعيبه انه يضيفوا اهداف كتير تاني، وكان ممكن جدا لعيبه بقالها فتره ما بتجيبش اهداف كانت ممكن النهارده تجيب اهداف تديها ثقه اكتر. يمكن كان في بعض الرعونه في بعض الهجمات، هنتكلم على الاهداف دلوقتي ولا فتره تانية عشان على الشاشه، لكن احنا قلنا الهدف الاول دلوقتي. ماشي، لكن كانت في فرصه ان احنا نضيف اهداف اكتر من كده. احيانا كان في طبعا ثرو باص حلوه قوي من وليد، استلام هايل من طاهر وحطها باتقان، وانا مبسوط جدا لطاهر انه النهارده قدر يجيب جون، لانه طاهر الماتشات اللي فاتت بيحاول وعايز يثبت نفسه بس عصبي شويه ومستعجل، كان محتاج الجول ده. كان محتاج طبعا الجون ده، فبقول لك كانت فرصه ان اللعيبه تضيف اهداف ثانيه. بس كان في حاجتين باينين من الشوط الاولاني واستمروا الشوط الثاني، اللي هو احيانا رعونه
والجزء الثاني في بعض الانانيه من بعض اللعيبه في فرص كانت لما تيجي على الشاشه كان سهل قوي يلعب مع زمايله. أيوة. يعني اكتر من كوره لمحمد شريف طبعا بعذره ان هو مثلا في ماتش دجله ما جابش، كان نفسه يجيب، كان عاوز يجيب النهارده برده كهربا قبل ما يجيب الهدف في كوره او اتنين كان ممكن يلعب مع الناس اللي جنبه. لكن الماتشات دي كده لما بيبقى الفرقه حاسه ان الفرقه اللي قدامها سهله وفي اهداف كله عايز طمعان ان يجيب، فكنا نتمنى طبعا الاهداف تزيد، لكن في النهايه النادي الاهلي حقق الهدف الاولاني وهو الفوز. وحتى مستر موسيماني يعني اتعامل باريحيه جدا انه في بدايه الشوط على طول غير ثلاث لعيبه، ده الهدف الثاني اللي هو واخده من اللقاء، انه واحد زي معلول بيلعب على طول، واحد زي حمدي فتحي، واحد زي محمد شريف، محمد شريف، كل دول ان احنا عندنا ماتش قريب بعد ثلاث ايام كمان يومين او كمان يومين فده هدف تاني. والهدف الثالث انه زي ما انت قلت على سعد سمير بنقول له الحمد لله على السلامه، رجع بعض الناس زي سعد سمير قفشه، هو خد اهداف كتيره من اللقاء بعيد عن انه الاداء الشوط الثاني كان ممكن يبقى احسن لان التغييرات اثرت شويه في شكل الاداء. يعني خروج واحد زي علي معلول هو صحيح لازم يخرج عشان الراحه، ولكن لما بيلعب في الطرف الشمال بتلاقي فرص كتير بيعملها بسهوله طبعًا. دي قللت شويه، فانا مش يعني، لكن في النهايه مبروك، فوز سهل ومستحق للنادي الاهلي. كابتن عادل الف مبروك النادي الاهلي، فوز متوقع وزي ما احنا توقعنا قبل المباراه ان فارق الامكانيات في صالح النادي الاهلي. تمام، بس هو الاهم اللي عمله موسيماني بعد ما كسب ضمن المباراه اللي هي التغييرات. ولاني هقول لك يا كابتن في الوقت الحالي اي مدرب ما بقاش يحط الفرقه الاساسيه بتاعته الا في اخر دقايق عشان المسحات وعشان الكورونا. صحيح، خلي بالك من النقطه دي، فالنقطه دي مهمه جدا ان اي مدرب في الوقت الحالي لازم بيعمل ثلاث لعيبه في مركز واحد، بمعنى انك انت ممكن تكون محضر فرقه بالليل والصبح يجي لك مسحه ملخبطه لك الدنيا. علشان كده لا، ده هو قال لك حاجه اكتر كمان قال لك كمان الغيابات بتحدد لي طريقه اللعب. بص يا كابتن، هو المهم في العالم كله دلوقتي مش الاهلي ولا موسيماني، المدربين بيعملوا كالاتي، المدربين لازم يصنعوا اثنين في مركز واحد، بمعنى اثنين لعيبه يلعبوا مركز واحد كويس، والثالث ولازم ثالث يلمس من بعيد في نفس المركز. علشان انت هيجي عليك وقت انك انت ما تغيرش السيستم بتاعك، هو السيستم مش هتعرف تغيره بدون تدريب في يوم وليله. صحيح، علشان كده انا عايز اقول لك حاجه، بيعمل بيكتر من اللعيبه كتير زي اللي احنا النهارده. بس النهارده في حاجه مهمه جدا، اللاعبين يمكن انا شفت زي ما الكباتن اتكلموا على تضييع الاهداف ومش تضييع الاهداف، دي السمه دي في اللاعب المصري، خلي بالك احنا عاوزين نتخلص منها. ولكن انت بيجي عليك وقت انك انت مش عاوز تتعور، بيجي عليك وقت ان انت خلاص عاوز، علشان المباريات وكثره المباريات وعلشان الكورونا والوقت ده، فانت بتحمد ربنا ان انت تطلع سليم. وعلشان كده ما بيضغطش عليهم المدرب ان هم ممكن يجيبوا جون والتاني والسابع والثامن والتاسع، اللي انا كنت اتمنى ان يحصل كده النهارده. اتمنى ان انت لو تكسب جون تجيب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لحد ما تقدر توصل للعشرة وتقدر تعمله. ولكن في الاخر اللي احنا عايزين نتكلم عليه اللي هو التحضير بعد كده للمباريات القادمه. انت كنت بتعمل استراتيجيه، اي فرقه بتعمل استراتيجيه سنوي، يطلع منها شهري، بيطلع منها اسبوعي، بيطلع منها يومي، بيطلع منها ساعه، اللي هو التدريب اللي انت بتعمله. في الوقت الحالي ما فيش الكلام ده خالص، في الوقت الحالي انت بتشتغل الاسبوع باسبوع او المباراه بنفسها بس، لانك بتيجي عليك وقت انت ممكن توصل انك انت انا هلعب النهارده خلاص كاساسي، وممكن المسحه بتاعتي تطلع ايجابيه فانا مش هقدر العب فلازم تجيب واحد تاني. هل انا كل مباراه هغير السيستم يا كابتن؟ يمكن موسيماني لما اتكلم على حته ان هو اللعيبه كمان اللي بتحدد لي السيستم اللي بلعب بيه، لو هو مش محدد الاماكن اللي هي موجوده في الملعب، لكن هو بيلعب دايما 4 2 3 1 زي ما هو بيلعبها، بس بيلعبها بمشتقاتها، ممكن يلعبها 4 3 3 في اوقات لما يلاقي لعيبه. لكن هو النهارده تغيير الثلاثه عجبني قوي، في تغيير الثلاثه اللي بين الشوطين اللي هم نزلوا بعدين الرابع والخامس، يعني التغييرات في وقتها كانت حاجه جيده جدا. لكن في الاخر اقول لك مبروك انك انت لما بتخطي عقبه في وقت زي ده بمكسب، انا اقدر اقول لك انه مبروك، علشان
مش وقت الاداء بقى اللي احنا بنتكلم عليه. انا يمكن بقالي سنه بقول الكلام ده ان احنا بنتعايش مع الحياه، بنتعايش مع كورونا. فلما توصل للدرجه انك انت توصل تاخد بطوله افريقيا اللي هي التاسعه وبعدين بتلعب على 10 وتوصل للدور الاولاني بتخلصه كويس اهو وداخل على دور المجموعات، ان شاء الله نشتغل فيه احسن وافضل. وبتلعب في الدوري برضو، يمكن اخر مباراه ليك انت حسيت ان في اجهاد شويه، حسيت ان في باد لك شويه، حسيت ان اللعيبه في تضيع اهداف كتير، لكن افتكر ان المباراه اللي زي دي ريحتك شويه وممكن تهديك وتهدي اللعيبه وتقتل لك الكواليتي بتاع اللعيبه عندك والاماكن الكتير ويعملوا لك شيء احسن وافضل في الايام الجايه ان شاء الله. هو هنطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنتكلم مع ضيوفنا الكبار على تقييمهم للاداء الفني للنادي الاهلي على مدار الشوطين. ارجوكم انتظرونا. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، اظن بالنسبه للاستحواذ النهارده لو شفنا الارقام هتلاقي يعني فرق كبير جدا بين الاثنين، بين النادي الاهلي وسونديب. نسبه الاستحواذ مثلا النهارده 70-30، 70% 30%. بص بقى نسبه التمريرات، 603 تمريره صحيحه للنادي الاهلي من اصل 680. يعني النادي الاهلي عدد التمريرات اللي قام بيها النهارده 680 تمريره. سونديب عمل 222 تمريره منهم 182 تمريره صح، بس الكلام ده في نص ملعبه. تصويب على المرمى، نادي الاهلي صوب على المرمى 19 تصويب، 6 من في بين من بين ثلاث خشبات. سونديب صوب 4 تصويبات منهم واحده بس. العرضيات نادي الاهلي 20 عرضيه معظمهم من ناحيه الشمال، وسونديب 4 عرضيات. بس كل الاحصائيات اللي انت بتقولها دي يا كابتن ايمن ضد الفريق النهارده الحقيقه. يعني ليه 680 يبقوا 603 مع فريق مطلوب منه واحد في اول ربع ساعه يعني؟ ليه فريق قدراته يعني مش هنتكلم على المستوى بتاعه، انك انت النهارده ما كانش عندك مسؤوليه النهارده تجاه نفسك وتجاه الفريق وتجاه جماهيرك وتجاه الدنيا كلها، انك انت تعمل نفسك ابجريد. يعني تبقى بتجيب جولين ثلاثه، كل لعيب بيهتم ازاي يلعب كوره شامله، كوره متنوعه، ازاي باصي، ازاي مش كل كوره انا هتجيلي في اي موقف ابقى انا عايز اروح اجيبها جول بليسنج، مش شايف غير نفسي. مع انك ثلاثه اربعه من كل الباصات اللي انت اتكلمت عنهم او التمريرات اللي احنا بنشوفها لازم تتوج بهدف في الاخر. انت عندك مسؤوليه تجاه الفرقه. يعني بص كابتن هنا ده. يا ريت يفتحوا لنا دي الاستحواذ يا كابتن. بص الاستحواذ ده بص العادي جدا اللي بيلعب بيه مستر موسيماني، تحضير من تحت. بس اعتقد الكره دي هتتقطع مننا في الاخر بصوره غريبه شويه، هيبقى في مسباس فيها متهيألي، ما اعرفش. انا فاكر حاجه زي اللي انا بكلمك فيه. يعني ما ينفعش النهارده بالشكل، حتى الفرق اللي راجع عندك لازم يبقى في عندك تحركات. الماتش اللي فات انت بتلعب كان عندك بطء شويه، خلى المباراه تطلع 0-0. أيوه. عندك بطء في التحضير، عندك بطء في التفكير. احنا النهارده مع فرقه زي دي لازم انا يبقى عندي رد فعل حاجه تانية خالص. احنا مستحوذين تقريبا داخلين على 50 ثانيه، يمكن 55 ثانيه كمان هنعملها دي اعتقد، وبعد كده في الاخر خالص ممكن 49 ثانيه 50 ثانيه والكره بتطرح من اليمين للشمال، عمليه تدوير كامله. بص على ال 18 كل الفرق بتحاول تخرج لبره، كل الفرق بتحاول تخش لجوه في حاله اوف سايد. ده احنا كملنا دي اهو. ممنوع العب كره بتوين بالشكل ده. صح. يعني خدت بالك؟ او اخلي واحد تحت الضغط يقدر يصاب فيها او يجرى له حاجه زي كده. المفروض بقى نلعب على الاطراف في الحته دي. نلعب المفروض دلوقتي ان في حاجه لا تبادليه انا بشوفها. لعيب بيجي لك لغايه هنا يكون اللعيب الثاني اخترق من الناحيه الثانيه انت بتعملها له، زي ما عمل وليد سليمان في اول شوط. كان شايف الحقيقه شكل الخط ال 18 بتاع الخصم، وكان بيمرر الكوره لاحمد ياسر ريان في اول كوره حطها بدماغه في العارضه. يعني ده اللي انا توسمت فيه، ان انا هشوف بقيه المباراه على كده، على هذا المنهاج، على هذا الشكل، على ان كل لعيب النهارده هيقول لنفسه انا ازاي ابقى موجود في ماتش زي ده عامل نفسي سكور افريج، عامل لنفسي وضع، عامل لنفسي، وخاصه اللعيبه اللي هي محتاجه التدعيم ده. فانا النهارده شايف ان الحكايه احنا خلاص عدينا مسؤوليه المباراه ورحنا للدور اللي بعده،
ودي كانت الشكل اللي احنا مطلوب مننا. انما في لازم التزام، لازم انا في لعيبه النهارده اتكلم معاها، ما فيش حاجه اسمها بدور على نفسي بس، بدور على ان انا ازاي اجيب جول في كل كره في كل فرصه، لا انا عندي لعيبه بتطلع معايا زي الخليه كده، اقدر اعمل واحد اثنين ثلاثه اعملوها مره واحده في اخر الشوط الثاني، وكنا وتمنيناها انها تبقى جول الحقيقه. يعني لو في تركيز برضه سنه شويه، او في ما حدش يعني ساعات بقى من كتر ما انت كل ما انا بحس ان انت معاك الكوره وعايز تجيب جول لوحدك انا خلاص ما مش عارف انت هتبصيلي امتى. انا ببقى واقف مش عارف اتحرك ازاي، بتسلبني حتى الثقه في ان الكوره هتجيلي. ففي حاجات النهارده سلبيه كتير قوي جوه المباراه ما نحبش نشوفها تاني، انا ما احبش اشوفها، ولا المفروض ان احنا نبقى بهذا الشكل. بدون مسميات لاي لعيب في في الملعب كلهم الحقيقه، كله بقى في حاله الانانيه اللي اتكلمنا عنها يا اسامه في اول شوط، خلاص حسوا ان المباراه سهله، كل واحد عايز يجيب جول، والناس اللي هي اهم ناس كانت محتاجه الجول النهارده الكوره ما بتجيلهمش. ليه؟ لان الكره دي بتروح لواحد هو عايز يتحكم ان هو لازم يجيب جول في اي وقت. يبصم النهارده في المباراه دي البصمه في المباريات والاداء وكلام من، وانا بقى عند المدير الفني بتاعي وعند جماهيري وعند بالاسيست بالاداء، انا هتجي لي الكره هتجي لي هتجي لي. واحد جرب الكره ما جات له، الجون الرابع جات له جات له. ليه؟ لانه موجود جوه 18 مع فريق متواضع جدا، فرقه بتلعب تسعه. النهارده لازم فكري يبقى حاجه ثانيه خالص، لازم انا فكري يبقى يعني سابق الاحداث مع الجماهير اللي بتتفرج بره. النهارده كذا باص كده لقيناه في اخر الماتش ملاش اي لازمه بدون اي ضغط، باص كده بص اللي طالع بره الواحد، الباص جامد قوي على لعيب عشان يوقفه، اختبارات لواحد نازل زي سعد سمير. يعني انا ما شفتش حاجه، يعني فرص ضايعه كتير. ويمكن نتكلم عنها مستر موسيماني في المؤتمر، الفرص اللي ضايعه دي كمان. يعني انا شكلا كفرص مش زي الكره اللي احنا اتكلمنا عنها في الاخر، يمكن يجيبها لنا هايلايت سمير ولا حاجه، باس 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 انت بتتكلم عنها، مش الكره اللي جت دي، لا في واحده ثانيه اتعملت خرافه، لان اللعيبه فكرت في بعض، اللعيبه فكرت في الاختراق مع بعض، في الخليه اللي هي موجوده، في الكره السليمه اللي هي لازم تتلعب. فنتمنى ده. انا عندي ماتشات كتير قوي هلعب تحت ضغط، وهلعب على فرقه بتلعبك تسعه وعندهم الريتيرن ازاي يعملوا كونتر اتاك عليك وكده. فانت النهارده كانت بروفا بالنسبه لك، انت لازم تبقى بدنيه اولا، ولازم تطمن فيها على اللعيبه كلها. ثانيا زي ما قالوا الكباتن تغييرات يعني مثمره جدا، تغييرات مفيده للي جاي ان شاء الله، وخاصه ان انت بيبقى عندك ناس راجعه من اصابات او من مسحات او شيء زي ده، فهو ده اللي الواحد بيبقى قاعد عايز الحكايه تكمل. صحيح يعني. صحيح. طبعا احنا طبعا من فرط حماسنا بنبقى عايزين النادي الاهلي افضل، يعني احنا بنبقى طماعين زياده عن اللزوم، خصوصا لما بنشوف الفرقه فايقه وفي حاله فنيه كويسه، بنبقى محتاجين ان النادي يكسب ويجيب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، هي نتيجه جيده والاداء كان يعتبر جيد، ولكن ممكن كان النتيجه ممكن تزيد شويه. وزي ما قال مستر موسيماني هي نتيجه تعتبر جيده طبعا، اربعه نتيجه كويسه، ولكن هو برضو بيقول ان في يعني كان في خلق الفرص، في فرص كتير جات وما استثمرناهاش. برضو اكيد طبعا مستر موسيماني هيشتغل على النقطه دي. هنروح للاجوال ونحلل كل جول مع ضيوفنا الكبار. شوف الجول الاول، ادي الجول الاول، ضغط من نص الملعب الخصم، نص الملعب زي ما اتكلمنا وقلنا كلنا بدايه الاستوديو، هي المساحات على الاطراف. بص كل الفريق سوليديب على الكوره، ومفيش الراجل اخر واحد اللي هنا ده مساحه فاضيه خالص. بص كده واقف كمان وقت تمركز غلط جدا، يعني المفروض ده يبقى ورا طاهر مش قدامه كده. بص يا كابتن انا عايز اوريك حاجه، اللي مغطي الدنيا كلها لوحده ده. لا غير، بص عدد اللعيبه اللي هنا كام لعيب، ماشي 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه على 3 لعيبه من عندنا. كويس التمركز ده عامل ازاي؟ سيء جدا، سيء جدا، سيء جدا. وبين كل لعيب ولعيبه ايمن مساحه كبيره قوي، انت تقدر تختار اللي انت عايزه. يعني الكوره اسمها النادي الاهلي، بص اهو كويس، يعني بص اهو اربعه خمسه، لكن كلهم على خط واحد وكلهم مش شايفين حد. وبص بص يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه، بص كلهم عينيهم على الكوره ومش شايف الخصم. ما انا يعني بقول لك ايمن، هم عندهم يعني اخطاء دفاعيه قاتله، يعني هنا 5 3 2 ماشي، بس 5 3 2 شكلها في الملعب، لكن انت مستفيد ايه من الشكل ده؟ ولا حاجه. ما فيش لعيب ماسك لعيب من لعيبه النادي الاهلي، استحاله. يا اما لعيب نادي الاهلي بين اثنين مدافعين، يا اما اثنين لعيبه من نادي الاهلي حمر هنا ده مع مدافع واحد. بص كل بص استحواذ فاضي، اتقطع طبعا عشان كان طاير مستني الكوره. دي مش اكتر من كده، بيعمل لمسه والثانيه يعني الكوره الثانيه خدتها بسرعه. صح. ديانج هنا بقى، اقف هنا لو سمحت، اقف هنا بس. بص وليد ايمن لما استلم الكوره كان وشه فين اساسا؟ صح. كان وشه عند علي معلول. صح. لكن هو استلم، عشان كده بقول لك انا ايه،
دايما اللعيب بيفكر، وكنا في بدايه المباراه ايمن بقول لك دايما اللعيب اللي بيعمل الفارق اللي دايما عارف الباص امتى والمساحه فين وهتروح لمين. وليد عمل كل الكلام ده، استلم وعينه على معلول، لكن هو ما شاء الله بمساحه الرؤيه عنده صح. قول واللي بيعمل حاجه غير متوقعه. اه بالظبط، ما بقول لك عشان بيعمل حاجه متوقعه غير متوقعه لايمن، اللي بيسمح لك كده مساحه الرؤيه عندك كبيره جدا. صحيح. وليد عنده يعني، وليد لما استلم الكره هو وليد خلاص واخد عنده قرار واثنين وثلاثه، لكن هو عشان شايف طاهر فده احسن تمريره، اللي هو انا مش عايز ضيع وقت، انا عايز اعمل التمريره لطاهر يروح الجول. يحسب لطاهر ان هو استنى خطوه. صح. انطلاق هايل هنا بقى النص الجول الاستلام، لان بعد ما استلم بقى عنده حلين، يا اما في اليمين زي ما هو عملها او لو حطها في الشمال كانت هتدخل جول. صحيح. لان هو موقفه او شكل طاهر لما استلم الكوره المساحه اللي عنده ايمن عنده حريه، هو مش ملزم يمين او شمال، لكن هو مع الاستلام واخد القرار. طبعا يمكن كل الاستوديو هنا مبسوط عشان طاهر، ان طاهر كان يعني كنا مستنيين يحرز هدف مع النادي الاهلي، هتديله ثقه كبيره جدا. يمكن زي ما قلت فعلا الاستلام هو الجول، هو نص الجول او ثلاث ارباع الجول اكيد يعني. صحيح. نخش على الجول الثاني بقى. مش جاهز ولا جاي؟ اهو الجول الثاني. ماشي. سامع. كان الجول الثاني برضو نفس الشيء. بص خليه يقف، خليه يقف. لا يرجع تاني من الاول. ممكن نرجع تاني بعد اذنك. وخلينا بس واقفين. لا خلينا بس واقفين. ايوه ماشي. نفس الكلام اللي علاء اتكلم فيه في الهدف الاولاني واحنا قلناه قبل الماتش. قلنا الفرق دي ما عندهاش وعي خططي في التمركز السليم في الوقفات الدفاعيه بتاعتهم، بالذات في الوقفات الدفاعيه. هما بيبقوا بيهاجموا لكن في عشوائيه في خط في الدفاع عامه. أيوه. مفيش تنظيم. فانت لما تشوف المنظر ده اصلا قبل معالي معلول يستلم، انت شايف احمد ياسر ريان لو اتعطت له من فوق السردباك ده جون. لو اعتقد ده بيكهام اللي جاي من ناحيه يمين، لو قطع كده اتلعبت له جون. يعني وقفاتهم مش مظبوطه. بص الراجل اللي فاتح على الجنب ده رقم اعتقد 6 اللي هو اخر واحد من الازرق. أيه. ده المفروض يبقى ضامم لجوه، وال15 ده يبقى ضامم لجوه. مظبوط. فهم عندهم الوعي الخططي. وخلي بالك كابتن اسامه. احنا بنتكلم من بدايه المباراه كده يعني. الجول اللي اتكلم فيه كابتن علاء جول طاهر جه في الدقيقه 13. ايوه يعني في بدايه المباراه. وغير كده ايمن مش بس من بدايه المباراه، احنا قلنا من المباراه الاولى. ايوه بالظبط. ممكن تلاقيهم واقفين متكتلين في جزء وواحد لوحده مغطي مثلا 5 وهو وفي 4 من النادي الاهلي جوه ال 18. أيوة. فتلعبت طبعا ناحيه الشمال كويس قوي لعلي معلول. وعلي معلول بقى يعني انا يمكن قلتها في الشوط الاولاني بعد انا بقول عليه ايه الجراح، انا بتكلم على الجراح إيه؟ لانه الجراح بيخش في حتت دقيقه جدا، بيبقى عنده اتقان غير طبيعي. أيوة. فعلي معلول اكتر لعيب في فرقه النادي الاهلي لما بيخش جوه ال 18 عنده اتقان انه يحط الواحد تحت، انه يعملها على القائم الاولاني، انه يشيلها لفوق للقائم الثاني. فدي بكل ذكاء لعب الكره لتحت الوليد سليمان اللي جاي فاضي. يعني علي معلول على طول ده عنده. طبعا وليد بخبره السنين وراجل هداف حطها ممكن تجيبها تاني. معلش انا يعني بص عايزك تبص على علي معلول والرؤيه بتاعته وهو شايف وليد ولعبها له قدامه على اساس ان وليد بس يحط بطن رجله. هو واثق في وليد. مظبوط. وعارف ان وليد هيتصرف فيها كده. انا بقول لك علي معلول حتى لما طلع الشوط الثاني الحاجات دي قلت في النادي الاهلي. مظبوط. فبص هو اتحرك وشايف وبعدين ما بيعملش اي حاجه. بص ببساطة. هو حاطط لوليد ببساطه لتحت عكس كل الاربعه الزرق اللي هم رايحين على 6 يارد. مظبوط. فحطها بسهوله. طبعا وليد برؤيه جيده جدا وخبره كبيره. صحيح. حطها على شمال الحارس. فالموقف ده كان يتكرر كتير جدا بسهوله، والنادي الاهلي كان ممكن يضيف اهداف تاني كتير قوي يعني. صحيح. اللي ساعد علي فيها وليد. ايوه طبعا مستعجلش. طبعا يعني خلي بالك الناس اندفعوا لقدام وهو بيندفعوا لقدام هو اتاخر، لكن حست وليد سليمان. صحيح. بالتهديف في المكان اللي يقف فيه، في انه رايح فوقف ورجع تاني. مظبوط. علشان ياخد الباص وهو فاضي. هي دي. مظبوط. اعلى من الباص نفسه كمان. وفي حاجه تانية كمان يا كابتن عادل، التوجيه. لا غير التوجيه، الزياده العدديه والكثافه العدديه الهجوميه للنادي الاهلي جوه ال 18. جميل يا ايمن. ده في كل الهجمات. انت دايما في كل هجمه انت بتفوق عليهم يعني. صحيح. الهدف اللي شرحه اسامه، الهدف اللي شرحه عادل دلوقتي كابتن شيفا كان بيتكلم، انت
على طول زايد عليهم. صحيح. حتى لو هم زاد عليك بس هم ملوش لازمه. في زياده اكيد مفيش زياده. مزبوط. هم كده يعني زي بقول لك على الرؤيه بتاعتهم وتحركوا في اللي هم بيدافعوا. هم ما عندهمش رؤيه، ما عندهمش حته انك ترحل من مساك روح يغطي الناحيه الثانيه او الباك العكسي، لكن هي مش موجوده. هو انا عايز اقول حاجه كمان، هو احنا ليه بنحب نلعب في الماتشات النهائيه وكان افريقيا ومش شمال افريقيا؟ عشان دايما عشان هم عشان الشمال بيبقوا في النواحي الدفاعيه جامدين، مرتبين عن كده، منظمين عن كده، عندهم رؤيه زينا. بس بص احنا كم واحد يلعب الافارقه ما يعرفوش يقفوا، وعي تكتيكي. جنوب افريقيا ده ما بيعرفش يقف الديفندر. طول عمرنا بنضرب الديفندر ده بتاعهم لان وقفتهم غلط عادي. ليهم على طول وساعات نقع في فرق بتلعبنا اوف سايد جيم. أيوة. يعني مظبوط. فهم مش مش الفرقه دي بس. صح. يا ايمن صح. فرقه جنوب افريقيا كلها. أوه. بساحل العاج بنيجيريا. صح. بكله ما عندهمش الايقاع اللي هو الدفاعي. بل بالعكس بقى دلوقتي بيدوروا على الكره الاوروبيه اللي هم ينقلوا الكره ويهجموا اكتر. أيوة. ويفتحوا المساحات. بس بص يا كابتن الميزه عندنا كمان، بص التمركز بتاعنا احنا تقريبا مغطين منطقه ال 18. مظبوط. بره وجوه بص، واحد اثنين واحد على القريب، واحد في النص، واحد على البعيده، واحد للورا، واحد على خط ال 18، واحد جاي من الخلف. اتمناه في كل المباريات اللي انت بتلعبها. ايه؟ ها؟ اللي مساعدك في كل ده ايه؟ ان هم تمركزهم الدفاعي غلط طبعا. أيوه. بس احنا كمان خلي بالك دي ميزه. طبعا ايمن اتمناها في كل المباريات، مش في مباراه قدام سونديب بس. الميزه الاعلى طبيعي يا ايمن في الكرات اللي زي دي مع الفرق الكبيره قوي، الاثنين الديفندر او واحد من الديفندر يبقى قدام وليد واقف قدام الديفنس بيستلم الحاجات اللي في رؤية. بيضايق الوليد سليمان كده، ما بيبقاش وليد سليمان فاضي كده. أي. حتى لو الاربعه المدافعين راحوا عشان يغطوا الستة ياردة. أه. مع الاثنين لازم بيبقى في اللي هم اللي رقم 6 او رقم 8 بيبقوا واقفين في المناطق دي عشان يقطع. عندهمش ما عندهمش بقى هم الوعي عندهمش وعي يا استاذ. اذا كان الناس اللي المفروض المدافعين واقفين غلط فبتتكلم على انت بتتكلم على حاله عاليه قوي. أيوة أيوة أيوة. ان هو المدافع يبقى واقف على. لا طبعا طول عمر افريقيا عادل رد فعل لينا طول. أيوة. عمرهم رد. أيوة. فعل ليك لو انت كويس خلاص هم لا حول ولا قوه بيسوق تعب. أيوة. بيبقى رد فعل بيخش جوه من جوه. أيوة. وتلاقي احسن لعيب فيهم مين؟ حارس المرمى. بيشتهر. أيوة. ليه؟ انك انت دايما ضغط ضغط ضغط. لو تشوف اقوى فرقه من اقوى الفرق اللي احنا لعبناها في افريقيا مثلا. أيوة. علاء كوتوكو كانت فرقه واقفه على رجليها. هارت اوف اوكس. يعني. خدت بالك كانوا فرقتين جامدين جدا. طبعا. تقدر تلعب معاهم وعندهم الشكل الدفاعي والكلام ده. طبعا. وفي نفس الشكل برضو علاء ميهوب جايب جول بنفس الشكل ده بالعرضيه. علاء مظبوط بنفس الحته دي. انا مش عشان علاء قاعد معايا بس انا بحب الجول ده قوي بشماله وحاططها في نفس الكوره دي. ايوه نفس الكوره دي بنفس الرؤيه بنفس الدخول ده في 18. كابتن محمود خطيب مصطفى عبده برضه عامله. انا مش اشول معلش. انا مش اشول ما انا معرفش جبتها ازاي. يلا بس زي. المهم المهم ان احنا كنا بنلعب قدام فرق كبيره قوي برضه. نيجيريا في عزها برضه عندهم الشكل هي افريقيا السمراء شكل الديفندر بتاعها افريقيا السمراء. عندهم دايما مشاكل الحته الكافيه زي ما بنتكلم فيها عادل ما بيعرفش يقفوا فيها. لا طبعا. ندخل بقى على الجول الثالث كابتن عادل. بنالتي ولا سايبين لك البنالتي؟ عايز تسيب لي انا البنالتي وتاخد انت اللي بعده؟ لا لا برضه بعد كده هي. بص الجول يعني تقدر تقول ان هي ضعف في اداء الحارس المرمى. الحاجه الثانيه احمد ياسر عملها كويس يعني وقف وثبت قصاده وقف علشان يخبطه. لكن انا عايز اجيبها من الاول. سيبك من البنالتي كبنالتي. نجيبها من الاول الحاجه ممكن لا ممكن نجيبها من قبل كده. ممكن نجيبها من قبل كده من بدايه الهجمه. من بدايه الهجمه لا من بداية. ايوه ده ايدي ده لا لا, لا لا من لا. ورا شويه ورا شويه قبلها بشويه ممكن هي دي اللي عنده بس. ايه يعني ماشي. يعني زي برضو جاي اخطاه. نقف هنا كده. اقف يا سمير. بص يمكن مش في المباراه دي بس حتى في مباراه الدوري انت بتشوف اللعيبه كلها بتبص على الكوره بس في الحته الدفاعيه. اولا كارثه انك ترجع بوشك كمدافع. انا بتكلم على المدافع الاول. كارثه انك انت ترجع تدافع بوشك ويبقى وشك للجون. لان اللي بيجي بوشه للجون بيبقى اول حاجه لازم يعرف انه لا يجيبها في نفسه لما يبقى شايف اللي وراه. علشان كده كره لو اتلعبت لورا كمان ممكن تبقى جون زي الجون اللي جابه وليد سليمان. لا وخلي بالك ما انت بص في الجول دوت
لو عدت كمان من احمد ياسر كهربا كم بالظبط كده المفروض هو الكهربا اكتر. ما هي دي اصلا اللي انا بتكلم عليه ايه التمركز الغلط في الرجوع. مشى سمير كده ماشي هتمشي الكره عادي تمام مش شايفين حد خالص حتى حارس المرمى هنا احمد ياسر عملها كويس قوي انه راح وقف ما كملش جري لو كان جمل جري كان هيجي ياخدها من فوق دماغه لكن وقف ورجع لورا علشان الاندفاع بتاع الحارس المرمى ده ذكاء من احمد ياسر ريان بس في لقطه هنا اعتقد ان احمد كان عايز يشوط هو بيقول انا اللي او بيقول انا اللي جبتها فانا اللي شوطها بس انا عايز اقول لك كلمه يمكن من افضل الحاجات اللي شفتها تخصص طبعا يعني موسيماني ما بيفوتش حاجه زي دي ان هو عارف لا ما فيش حاجه اسمها كده بدر بنور رقم واحد في الشوط لو علي معلول كان موجود كان لعبها علي معلول انت فاهمني بس بقول لك إيه؟ بس في حاجه يعني بيقول لك وليد هو اللي كان هيشوط ولكن هو اداها لبدر بنور طب انا هقول لك حاجه هو كلامك مظبوط 100% الطبيعي ان التخصص يعني؟ بس احيانا لو النتيجه مثلا المدرب شايف ان مثلا 2 3 واحمد ياسر هو ده بقى عايز يجيب جون وبتاع ممكن يديها له يعني لما بيكون حاسس ان الوضع أيوة. ما فيهوش صعوبه يعني ايوه بص بقى يا كابتن اسامه اهدي من الحاجات اللي في الكره المصريه اللي نفسي تتغير هي ايه يعني ايه ندي له ثقه الموضوع دلوقتي عطفة. انا دي عاطفه لا انا لا الموضوع لا. لا بس لا لا لا, لا لا انا في الوقت الحالي لا انا في الوقت طب انت كمل كلامك وانا اقول كلامك ماشي انا في الوقت الحالي لما اجي انا اللي هشوط البنالتي فلازم انا اللي اشوطه عارف ليه لان لما اجي اقف على العارضه القريبه لازم اقف على العارضه القريبه والنتيجه 10 0 ليا والنتيجه 0 0 لازم اقف على العارضه القريبه علشان امنع هدف دي حاجة، الحاجة التانية، الحاجة التانية اللي عايز أقولها لك. أنت دلوقتي أحمد ياسر ريان كان محتاج الهدف أكتر. حلو؟ فأحمد ياسر قعد يقول لهم أنا اللي ألعبها. أنت عارف إنه الحاجة اللي زي دي المفترض إن المدرب بره بيدي خصومات للعيبة عليها. ليه؟ ما يبانش منظرك أصلاً إن أنت عايز تلعب حاجة وما تعملهاش. دي بتحصل إيه؟ بيحصل لها إيه؟ بيحصل إن اللعيبة ممكن ما يجيش ثقة ليها زي ما إحنا مثلا اكتر من بنالتي في ماتشات كتيره قوي اللعيب اللي بيكون جايب جون وبعدين يجي بنالتي يقول لك ونبقى شوط عشان اجيب الجون الثاني او عاوز يجيب الجون الثالث الهاتريك ماشي مثلا افرض ضاعت ماشي طب ودخل وحصلت كتير جدا بس في لعيبه حبت تشوط البنالتي ويمكن اقول لك حاجه لحظه يا كابتن بس انا بس معلش هكملك دي ويمكن في لحظه يمكن لو انت متابع الدوري السعودي اللي فات من قيمه اسبوعين حمد الله نضيع ثلاثة بنالتي بعديها علشان ايه؟ عشان هو اللي بيشوط لما جه المرابط عاوز يشوط البنالتي رقم أربعة كمان طلعه بره لانه مش هو اللي بيشوطها لان الاحساس انك انت اديك ماشي. البنالتي عشان اديك الثقة طيب. دي طيب دي خلاص انتهت ماشي. اكمل لا أتفضل. ما انا معلش اقول رايي ما انت اتفضل طب قبل ما تقول رايك ممكن نقول له بدر بنون حطها كويس قوي حطها بسرعة يعني انا عايز اشوفها انا عايز اشوفها هو داخل اشوفها تاني هو بدر بنون في عنده ميزه حلوه قوي في من مدرسه اللي بيشوف الحارس المرمى وبيلعب بعديه بمعنى ايه في واحد بيلعب على زاويه قويه وفي واحد بص البطء بتاعه ده هو بيشوف بعينيه الحارس رايح فين علشان بعديها دي مدارس خلي بالك كان هو كان هو المتخصص نمره واحد في الرجاء بص ونمره اثنين دلوقتي بعد وليد من افضل لا هقول لك حاجه هو هيبقى رقم واحد الايام اللي جايه قبل علي معلول كمان وقبل علي معلول ليه عنده ميزه قويه جدا اولا في عز الموضوع بيبقى شديد قوي وهو هادي جدا حتى كمان بص تلاقيه من اللعيبه يعني هو دي مدرسته اللي هو يودي اللعيب في مكان الجول. ويحط الكره في مكان اخر انا شفت له بنالتي حطها فوق. لو شفتها لو فاكرها حطها فوق محدش يبقى عنده قلب انه يعمل دي صح. هو بدر بنون هيبقى الايام اللي جايه انا بقول لك اهو الايام اللي جايه هيبقى رقم كبير في النادي الاهلي في حراسه الاهداف من كور ثابته بدماغه يمكن الناس بيتكلموا بيقولوا هو بيطلع بدماغه مش قوي قوي ما بيلعبش بدماغه قوي لا هو تايمنج بتاعه عالي جدا هتشوفوه قدام لما يجي يلعب الكوره بدماغه لما يجي يجي لنا كرانل في اوقات هينقذ النادي الاهلي وهيجيب اهداف والحاجه الثانيه المهمه في حته الكور الثابته كمان البنالتي بيلعبوا كويس قوي وبعدين
عارف يمكن هو محتاجه كمان زي ما احنا بنتكلم ان احنا عايزين اكتر من لاعب يبقى عندك بيهدف علشان فرص التهديف. هو وعلي معلول اساسيين في الفرقه دايما وعندهم مستوى زي ما انت قلت ثابت وهم دايما اللي بيبقوا محطوطين في الاول والثاني. اتفضل يا كابتن هشام. بص انا هقول لك الطبيعي في الكوره زي ما عادل بيقول في تخصص وفي انه فلان ده هو اللي بيشوط ضربات الجزاء يشوطها انه فلان هو اللي بيرفع من هنا الكورنر يبقى يرفع ده طبيعي ده طبيعي ولكن احيانا صح. حتى لو كرة عالمية صح. حتى لو في أحسن أندية العالم شفناه في ليفربول لما ميلنر كان في الملعب هو نمرة واحد بيصد ضربات جزاء وراح اداه محمد صلاح بس تحصل أحيانا لكن مش دي القاعدة لما يكون الماتش متسهل ومثلا أنا جاي لا ممكن لا في ماتشات عملوا كده ميلنر ادى كورة محمد صلاح لا في ماتش ايه ميلنر ادى كورة محمد السنة اللي فاتت ميلنر ادى كورة محمد وفي أوقات ما ادهوش حتى كلوب طلع وقال لك لا وقال لك تصريح الايام اللي فاتت دي لو تعرف طول ما ميلنا موجود في الملعب يبقى هو نمره واحد بص يا كابتن التغير بيبقى في اوضه اللبس وليس بره في الملعب ما فيش حاجه اسمها وليد مش عايز الشكل عادل مش عايز الشكل ده يحصل في الملعب بتتكلم اللي بيحصل الناس جوه يعني هو قال لي ميرنر انت اللي بتشوت الفتره دي يبقى ميرنر اللي هيشوت في الفتره ماشي ما طبيعي عشان ده تحمل مسؤوليه مش كلاب بس مش كابتن عشان دي تحمل مسؤوليه ماشي حصلت عادل زي ما بيقول حصلت مع ميسي وسواريز كذا مره انتوا ليه قلبتوها دوري اوروبا ليه كده خلي ميسي خلي وسام يقول انا دي القاعده دي القاعده وده بتتكلم على الاستثناء وده الاساس لكن كره القدم مش رياضه مش كيمياء مش لازم يبقى واحد زي واحد في احيانا مع مدربين كبار جدا يحصل استثناءات لو انا كسبان 3-4 وانا شايف ان المهاجم ده لو جاب جون ده هياخد ثقه ممكن اديها له مفيش حاجه اسمها انه يبقى لازم لا مش شرط لكن ياخد القرار من مين من اللاعبين جوه الملعب لا من المدرب هو ده اللي بقصده انا اللي بقصده يعني هو المدرب اللي هيغير وهو بره وهو المدرب طبعًا. اللي قال مين اللي يعني مستر موسيماني افرض موسيماني يعني ما قالش ما قررش انه استنى هو اللي قال بدر بنون للعب يا سيدي استنى بس احمد ياسر مثلا قال انا وكان المفروض بدر بنون هو اللي يشوط ممكن موسيماني لما احمد قال كده ممكن موسيماني يقول له لا بدر بنون يبقى خلاص يبقى لازم التزم براي مستر بس انت عارف لكن ممكن جدا مش عارف دي بتعمل ايه اول حاجه انت لما تطلب مني الكوره عشان اشوط بنالتي وانا الاساسي بتاعك يبقى انت خرجتني عن تركيزي بتخليني ابقى متضايق عادل انت ما بتتكلمش كده الماتش 0-0 ولا 1-0 ولا انت مغلوب ولا في استثناءات مش قاعده يعني ثانية واحده بس عشان الاخر الموضوع كلامك صح وكلام اسامه صح اللي بيتحكم في كل الكلام طبعا المدير الفني نتيجه المباراه ونتيجه المباراه المدير الفني بره بص يا اسامه طب ثانيه واحده لو نتيجه المباراه 0-0 لا مش لا مش هيطلبها افرض احمد جاب البنالتي هو اللي هيطلبها لا هيقول لك مين ده قال هيدور على واحد بره بس لا هو قال مين اللي قال المدير الفني قال مين طبعا عادل يبقى اتفضل طبعا لا طبيعي انا اروح اديله الكوره اقول له اتفضل يا عادل طبعا انت فاهمني لكن هي كلها يعني كل عماله معايا ايوه يعني هي كل الاراء كلها صح وسام بيتكلم صح وعادل بيتكلم صح اللي كل بيتوقف ده على حاجه انا نتيجه المباراه نتيجه المباراه هو عمل معاك ايه بس على المدير عمل معاك ايه حسام حسام حسن فانه كان الكابتن في الملعب في نهائي افريقيا انا مستر هاريس كان قايل انا رقم واحد في البنالتي اشوط حسام راح مسك الكوره وقال لي عاوز يشوط فوقفني قلت له هات انا اللي اشوط هو قايل لي بره قام لي لا اشوط قمت مبدله دور قام رجع قال لي لا 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 شوت ايه اللي حصل لي انا بقى في الوقت ثقه هزت شويه حتى ما لميت عشان كده لا جاب الجول ده كويس ان الثقه هزت عندك ساعتها عارف لو كان الثقه موجوده كنت ضيعت البناء مش هتعرف تحطها لا انت عارف يا كابتن لا انت عارف يا كابتن اقول لك حاجه انا دي اللي بعنيها بجد والله اني حتى النهارده انت ممكن تكسب 10 ايوه وتكسب 11 و12 ايوه ايه اللي بيخلي النتيجه بتبقى كده دايما أيه. عارف ايه هي الحته دي اللي احنا بنتكلم فيها يا عم عادي اقول لك على حاجه مش جد احنا بنلعب نهائي كاس مصر لا يا كابتن دي معناها مش جد يا عادل لا مش فاهم يعني جد. انا لازم تاني بقى لازم يا كابتن لازم اعمل ايه طول الوقت يعني انا دلوقتي النهارده كهربا ضيع كام جون كتير ده مين تاني كل اللعيبه شريف كذا يعني لو كل هجمتين جبنا منهم واحدة او كل ثلاثة جبنا منهم واحدة كنا كسبنا 10 و12 و11 لا دي مالهاش دعوة انا لا انا مش بتكلم على انا بكلمك على احنا عاداتنا كده عاوزين نغيرها
احنا عادتنا دائما مش النادي الاهلي بس، انا بتكلم على الكره المصريه، انك انت التهاون تهاون التهاون طول الوقت. لا دي ما فيهاش تهاون. الالمان طول عمرهم يا كابتن اسامه، الموضوع لما بيكسبوا هو غير الموضوع يكسب دلوقتي، الثاني يكسب الثالث يكسب الرابع يكسب عادل. الخامس تهاون. لما البنالتي يتشاط انت اللي هتشوط البنالتي، يبقى انت اللي هتروح تجيب جون. لا لا لو كرة فيها استثناءات 10 تجوان. لا 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 كوره فيها استثناءات، وانا نزلت عند رايي الكوره مش فيها احيانا استثناءات. والدليل على كده ان حتى انت كمستر موسيماني النهارده مريح محمد الشريف وملاعب علي لطفي. الدليل على كده ان اول ما كسب 2-0 راح مغير علي معلول وحمدي فتحي. طب هو لو هو مستهتر بقى، طب ما بيعمل كده ليه؟ ما يخليهم لغايه اخر الماتش. هو مش مستهتر يا كابتن، انت بتكلم على النادي الاهلي عنده 30 لعيب لازم. طيب هو ده اللي بنقوله كابتن، النادي الاهلي بيجيب لعيبه بارقام كبيره عادل، وبيجيب لعيبه كبار لازم يبقوا افضل لعيبه زي ليفربول لما بيجيب افضل لعيبه، زي برشلونه يجيب افضل لعيبه، زي ريال مدريد. هي الانديه الكبيره الاساس يا عادل، الاساس عادل اللي انت بتقوله القاعده، وكلنا متفقين على كده. ان بدر بنون هو اللي بيشوط يبقى بدر بنون، ان علي معلول اللي بيشوط يبقى علي معلول، ان اللي بيرفع الكورنر من هنا يبقى فلان يبقى هو فلان. لكن انا بقول لك احيانا بيحصل استثناءات حتى في الكره العالميه، ان ممكن جدا نتيجه كبيره وهو مثلا عايز يدي ثقه لفيرود، ممكن وهو مش جايب جون ممكن يديها له. يعني احسن هو يديله يا اسامه. ايوه هو ما يحصلش شكل في الملعب. لا مش هو، مش ما قلناش يجي لعيبه ليه. لا ما قلناش كده. لا ما قلناش كده. لا ما قلناش دي. لا ما قلناش ده اللي بيحصل يا كابتن. لا لا ما قلناش. اما انا اغير ازاي؟ هو بيخسر. اما انا يا كابتن اغير. طب انا هقول لك حاجه، هندخل نشوف بقى الجول الرابع بالمره. يلا بعد اذنكم ندخل نشوف الجول الرابع. بس يا باشا خدته في ضربه جزاء. كابتن شريف هيتكلم. يلا كابتن شريف اتفضل. ادي الجول الرابع. يقلب بس. لا نجيبها من ورا شويه، نجيبها من ورا شويه. فرحان جدا وبقاله سبع كوره جوه عشان عايز يجيب جول. ادي رؤيه برده. بص التمركز، بص التمركز، بص التنظيم الدفاعي، وبص الزياده العدديه وكثافه ديانج. عايز اقول لك على حاجه، ديانج عمل الاصعب. يعني عنده اثنين على يمينه هناك، دي لازم كانت واحد فيهم هياخدها ودوس عليه يبقى هو الجول، وبعد كده بيعملها بالعرض لكهربا اللي هي الاسهل. فديانج اختار الاسهل والاصعب يعني، بس من رؤيته هو يعني. الكره هي برضو، بص الفرقه كلها راجعه لورا، حتى راجل ده نادي بيساعد مش عارف. لا بس خليك امسك الحكم بس يا بس اتفضل. فبص برضو ان بتوين في وسط ثلاثه. بص بقى لو وقفت هنا يا سمير عند ديانج، رجع الكره لديانج. بص بقى الكره هنا يا اسامه، انت لو الكره معاك هتدي الكرة دي الكهرباء؟ انت عايز تديها للراجل اللي على اليمين؟ واحد على اليمين ممكن، على كهرباء لا مش لاي واحد. او هتمشي بيها يعني؟ الراجل اللي على اليمين ده مفيش حاجه تعوقها، اسهل خالص. ده اسهل بكتير قوي، هياخدها وعندك اتنين بعد كده هيبقوا في العمق جوه، يا الاولاني احمد ياسر يا التاني كهرباء هيجيبها جوه. فكان لازم تتعمل ناحيه اليمين في الاول. هو اختار الاصعب وعدت. ده على الكلام اللي احنا قلناه كله بقالنا نص ساعه دلوقتي. فرقه ما بتعرفش تقف، فرقه ما بتعرفش تدافع، فرقه مش شايفه اصلا خالص. كمل يا سمير، كمل يا سمير. الكوره عدت، الكوره سهله جدا، راحت لكهربا خدها فريست تايم، الجون مفتوح وان تاتش، وحقق المراد بتاعه اللي كان عايز يحققه في 6-7 كور قبل. صحيح. نخش بقى على بناء الهجمات بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن اتعمل من ناحيه اليمين 22 هجمه، انتهت 8 منهم بالتصويب على المرمى. يعني دي تعتبر الهجمه، دي هجمه منهم من ثلاث خشبات يعني؟ ده هدف. وانتهت بهدف. دي انتهت بهدف. فاحنا عملنا 22 هجمه من ناحيه اليمين، انتهت منهم 8 على المرمى. من ناحيه الشمال عملنا 35 هجمه. انتهت منهم خمسة منهم تصويب على المرمى. من العمق عملنا 27 هجمه، انتهى منهم فيهم هدف من ناحيه الشمال اثنين. هدف وليد بتاع علي معلول. ومن العمق عملنا 27 هجمه، انتهى منهم اثنين على المرمى. لو بصينا بقى على الخصم، فيهم واحده اللي طرد فيها الحارس. فيهم واحده من العمق. الخصم بقى عمل مير ناحيه اليمين 12 بناء هجمه، يعني حتى لو بادئين من تحت انتهوا باثنين على المرمى. كويس. ومن ناحيه الشمال بداوا من تحت 22 بدايه هجمات، بناء هجمات ما وصلوش لحد الاخر، زيرو.
راحوش يعني من ناحيه الشمال تقريبا ما راحوش. عندهم ضربتين ثابتتين بس هم اللي وصلوا بيهم ناحيه ال 18 ناحيه الشمال بتاعتهم. ناحيه الشمال بتاعتهم هم ضربتين اللي جولهم على ال 18 من النص شاطوا 2 من 13 على المرمى بس. يمكن شفنا الشوط الثاني في واحد كان بيبص على علي لطفي دايما وعايز يعملها من فوق طويل نمره 12 باين او حاجه زي كده. عمل واحده بره والثانيه مسكها. من الارقام برضو بيتضح لنا ان احنا تقريبا برضو الجبهه اليسرى عندنا هي الاخطر في بناء الهجمات اللي هي ناحيه علي معلول، وبرضو في قصور في الناحيه اليمين ما زال لحد دلوقتي. طب ده نتيجته في غيابات احد اللاعبين اللي هي بتساعد في الناحيه اليمنى. محمد هاني لا غير محمد هاني بيبقى، هل محمد هاني هو موجود بيقدر يعوض الشكل ده لوحده؟ ما كانش فيه مثلا حسين الشحات مش موجود، اي حد بيبقى موجود لا اكيد الاثنين مع بعض مؤثرين مش كده؟ هو دايما غيابات برضه دايما يا كابتن شريف انت متفوق في الناحيه اليسرى. أيوة. بوجود محمد هاني بوجود اي حد في المكان ده علي معلول تفوق، لكن المساحه بتكبر قوي في عدم وجود هاني لان لسه احمد لسه مش متعود على المكان ده ايمن. فاي حد مش متعود على المكان ده طبيعي يبقى الحته الهجوميه عنده قليله شويه. لكن علي متمرس في الموضوع ما عندوش فكره. حتى حمود وحيد لما بينزل برضه تلاقي الجنب الشمال اعلى شويه، فده طبيعي اقل من اقل من علي طبعا. لكن هو الطبيعي دايما انت من بدايه لعب علي معلول معاك يا ايمن هات اي مباراه هتلاقي الجنب الشمال دايما هو فيه التفوق بتاعك بوجود علي بوجود اجايب بوجود حسين اي حد دايما متفوق على الجنب اليمين، ودي قدره علي معلول على املاء المكان ده. وطبعا دايما زي ما كان بتشير بيتكلم ان بساطة علي معلول ما بيعملش الكروس او الباص الارضي ده كده، لكن دايما بيبقى شايف ودايما هو اللي بيفرق معاك. يعني في لعيبه كتير قوي بتوصل للمكان ده وبتعملها من غير ما تشوف او تعمل تعلى منها، لكن علي لا علي متفوق قوي في الحته دي. وليد وعلي الحقيقه بيعملوها برؤيه شامله جدا في الملعب. علشان كمان في حاجه مهمه يمكن موسيماني او اي مدرب بيجي الصراحه مع علي معلول بالذات، علي معلول بيتعمل له حساب قوي في وسط الملعب، بمعنى ان هو ممكن الديفندر بيميل شويه ناحيه الشمال عندنا اكتر من ناحيه اليمين، لان ناحيه اليمين ما بتهاجمش بشراسه، لكن علي معلول التايمنج بتاع الطلوع حلو قوي، بيطلع في الوقت المناسب، حتى لما بيجي من تحت وهو فاضي علشان يتصرف ويتصرف كويس وهو متامن كويس. شوف علي معلول غير بيكم، علي معلول لما بيرجع على ترحيل بيرحل. على فكره النهارده علي معلول اكتر واحد عمل عرضيات، عمل 7 عرضيات النهارده لوحده في الشوط. علشان الشوط ما كملش كمان الماتش، علشان التايمنج بتاع الطلوع بتاعه هايل. وحاجه تانيه بيتساعد، بمعنى ايه؟ يمكن انا متابعه كويس، لما بيخلص اللعبه علي معلول بيرجع على فين؟ علي ما بيرجعش نص الملعب، بيرجع نص الملعب. مزبوط. ليه؟ عشان الميل بتاع اللي في وسط الملعب، لو وسط الملعب ما حصلش عنده ميل ايمن اشرف بيعملها. لما ايمن اشرف بيلعب تلاقي ايمن اشرف راكن عنده بفتره طويله علشان كده ايمن اشرف، وبعدين يدخل الباك رايت جوه لو كان محمد هاني او اي حد بيبقى سندباك تاني. غير دي كمان علي معلول عنده ميزه مش موجوده في لعيبه كتير حتى يعني على سنوات. اولا توقيت طلوعه هايل صح، يعني اي حد يشوفه في الوقت اللي بيطلع فيه. ثانيا عنده دقه في التمرير طبعاً العرضي طبعاً من كل المسافات صح. يعني انت لما تجيب جون الاتحاد رفعه من بره 18 بحوالي مثلا 10 15 يارده مزبوط. بتلف بتروح للراجل في المكان في النقطه اللي هو عايزها صح. لما بيخش جوه ال 18 زي ما عمل جولة وليد النهارده بيعرف امتى يشوف ويحط لتحت، امتى يحط الواحد على القائم الاولاني. كابتن اسامه هو امكانياته عاليه جدا وحافظ المكان ده كويس قوي. طب لذلك انا بقول لك هو لعيب كويس قوي كابتن شريف، لذلك انا بقول لك احيانا كتيره وانا قلتها في ناس مش مقتنعه بس انا مقتنع وعارف ان علي معلول ممكن جدا جدا يلعب كجناح ايسر في اوقات النادي الاهلي ما يكونش عنده كسره في المكان ده. مزبوط. يعني لو في حد لعب مكانه ناحيه الشمال زي ايمن اشرف او واحد مدافع يميل ناحيه دي وهو ياخد الجزء الامامي بس هيعمل لك هجمات خطر كتير جدا. طيب قبل ما حركه لا ما هو انا بقول لك ده الاساس اللي انت بتقوله علي باك بس لما بيجي من قدام برضه بيعرف. علي معلول بيبدا منين؟ من نص الملعب، حريه الحركه بتاعته. اي واحد اي ظهير مثلا عندك بيكام النهارده كان بادئ من بره ال 18 عندك وقفته الاولانيه
علي معلول اول ما الكره بتتقطع من عن للنادي الاهلي اول حاجه بيعملها بيبقى على نص الملعب عشان يدي لنفسه مساحه للنزول يستلم او يدي لنفسه مساحه لقدام علشان كده لما بيروح بيبقى باور ما بيبقاش تعبان. هو بيكهام اصله مكان اضطراري يعني مش عايزين ايه لا مش بتكلم على بيكهام كبيكهام لا انا بكلمك على شكل اداء الباك ده والباك ده بكلمك على علي ده ملوش دعوه بالقصه على علي نفسه على علي لا علي احنا ما بنكلمش علي علي ده بقاله كام سنه بهذا المستوى بهذا الشكل بهذه العرضيات بهذه المباريات بهذه طب لما بيحطوا عليه لما الفرقه الثانيه بتحط واحد ثابت زي فرقه الوداد لما عملوا كده والزمالك بيعمل كده مع عزيز الزمالك عمل كده مع عزيز ما في ايمن اشرف ايه اللي بيحصل يبقى انت بتعمل ايه بتدخل ايمن اشرف في الميل وبتدخل الباك رايت في الميل علشان الناس تعرف وعلي معلول يشتغل نفس شغلته او بيجي واحد من الديفندر ناحيه الشمال بيميل اكتر الناحيه وعلي ينطلق الحاجه بقى يعني احنا اللي عاوزين نقوله ايه انه علي عنده ميزه المدربين بيدوها له عشان هو عشان الميزه اللي عنده دي ما ينفعش انا اضيع من عنده الميزه اللي هو زي ما الكابتن اسامه قال بيعرف يباص كويس وبيعرف يدي يطلع في الوقت المناسب وبيعرف بيعمل الكروس الواحد كويس صح يا كابتن اسامه يبقى انت محتاج انك تساعده كويس قوي صح. ما ترهقوش ما تخلوش صح. رايح جاي ده غير ان باصاته سليمه 90% اي مظبوط خد بالك يعني طيب بص قبل ما نيجي نتكلم في موضوع التغييرات ونجوم المباراه كان في كذا لقطة كده عايزين نتكلم عليهم مع بعض يا سمير لو موجودين عندك بعد إذنك من بداية بص المنظر ده خلي بالك هما برضو عملوا كده ماتش الذهاب بعد نهاية الشوط الأول ماشي دي يعني يعني إيه طبيعي يعني لا عادات فرق هو هما دولة مسلمة بيقروا الفاتحة أو بيقروا حاجات واضح إن القرانيه وبيعملوا كده لا معتقدات دول مش لا لا لا, 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 لا لسه واحده كمان في نص الملعب دول محتاجين اكتر من الفتحه يعني دول ماشي لكن ماشي ما هو انت مهما وبص دي طب بص دي ايوه بيسجد ايمن انت دلوقتي بتستعين من وجهه نظره هو بيستعين بربنا في اي وضع هو مش عشان ان هيكسب او مش هيكسب لكن هو دي عاده عنده انه بيستعين بربنا انه يادي بشكل كويس او انه يادي على قد ده بيقوس دي تقوس يعني بيعملها هو واقف يا كابتن اسامه يعني ماشي الفرق الافريقيه انت عارف هي دايما هي من طقوس وعادات وتقاليد بتاعت ما قابلنا في افريقيا بلاده بتاعت الانديه طبعا كتير جدا يعني منتخب ممكن يدخل يغني لك ممكن مثلا تلاقي واحد داخل بيغني وعامل بتوع البرازيل منتخب البرازيل بينزلوا بيغنوا في الاخر هم عارف ايمن يمكن هم متزودين قوي عشان عارفين ان الموضوع مش سهل انت فاهم انت لما تكون داخل على حاجه صعبه بتحاول تتقرب قوي لربنا وتطلب دايما المعونه هم داخلين على حاجه مش صعبه يعني مش سهله هم عارفين النهارده اليوم مش سهل لكن بيرفتوا نظر الاهلي كمان لعيبه يعني بيخرجوهم بره دي حاجه كويسه على فكره يعني بس شكل يعني السجود والحاجات دي حاجه كويسه بس ربنا ما كره يعني شكل ديني بحت يعني هم يمكن ممكن عموما يعني. ممكن ندخل بقى على التغييرات طبعا ال 4-0 والاهداف الطاهر في الدقيقه 13 وليد سليمان في الدقيقه 37 بدر بنون في الدقيقه 67 ومحمود كهربا في الدقيقه 90 وحللنا الاهداف التغييرات اكرم توفيق مكان حمدي فتحي في الدقيقه 46 ايمن اشرف مكان علي معلول في الدقيقه 46 محمود كهربا مكان محمد شريف في الدقيقه 46 مجدي قفشه مكان طاهر محمد طاهر في الدقيقه 60 سعد سمير مكان بدر بنون في الدقيقه 68 الانذارات احمد رمضان في الدقيقه 92 والطرد كارلوس حارس المرمى في الدقيقه 17 كابتن شريف تغييرات تعتبر هو انا مقنعه في اوقاتها انا بس زي ما كنا بنتكلم على ضربات الجزاء وناس تاخد فرص ازاي يثبتوا في اي وقت في استثناءات زي ما قال اسامه او احنا بنتكلم على شكل التغييرات كمان يا كابتن ايمن ده شكل فني ده شكل يخاطب موسيماني بس أيوه. مش حد تاني أيوه. يعني انا عشان اعمل التغييرات اللي حصلت باكرم توفيق انا اكرم توفيق في مركز زي ده انا مش محتاجه في اليوم ده أيوه. ديانج لوحده أيوه. حمدي فتحي يطلع وانزل صلاح محسن ده انا احتاجه يعمل لي تدعيم وشكل هجومي يعمل لي اي حاجه تانية كوي. انزل قفشه من بدري شويه اديله الثقه اكتر من الحكايه دي مش ضد اكرم توفيق انما انا اكرم توفيق ده ممكن انا اريحه
للمباراه اللي جايه لو انا هحتاجه في السيستم بتاع ماتش السيراميكا. فانا النهارده كنت في اول تغيير بالنسبه لي ده شكل فني بحت لمستر موسيماني هو المسؤول عنه مش الملعب اللي كان محتاجه. الملعب ما كانش محتاج اكرم توفيق النهارده اكتر ما هو كان محتاج وجود محمود وحيد مكان علي معلول مثلا. نغير اي مكان تاني في ناحيه الاطراف لو عندي حد بيلعب ناحيه الاطراف انا اقدر اعمل حاجه زي كده. فده انا كان تعليقي بس على اول تغيير بالنسبه لاكرم توفيق. التغييرات التانيه كلها طبيعيه ان انا عايز اشرك اي لعيبه بتبقى موجوده معايا على الخط لان ادخلها في الفورمه. وكانت على ما اعتقد يعني نزول كهربا نزول كانت اشياء مثمره. طيب كلها. قبل ما ندخل على نجوم المباراه ونختار منهم نجم معانا على الهاتف كابتن بدر رجب احد نجوم النادي الاهلي السابقين. مساء الخير يا كابتن بدر. مساء الخير يا كابتن ايمن. ازي صحتك يا حبيبي؟ كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا حبيبي. طمني عليك اخبارك ايه هناك في الامارات؟ الحمد لله في نعمه كبيره وفضل الله الحمد لله تمام كله زي الفل. الحمد لله رب العالمين. نجومنا كبار بيسلموا عليك كتير جدا. يا بدر ازيك يا بدر؟ ازيك يا بدر اخبارك ايه؟ كابتن علاء وكابتن شريف وكابتن اسامه. وحشنا وحشنا يا بدر. كابتن بدر يا نجم. كابتن بدر سمعنا ان عندك حاله وفاه البقاء لله يا حبيبي. البقاء لله والدوام لله يا حبيبي. ابن عم تعيش انت وربنا يديك الصحه ويطول في عمرك ويطول. ربنا يديك الصحه ويبارك في عمرك. كان لينا بعض كده الاستفسارات يا كابتن بدر على موضوع اللعيبه والالقاب اللي كانت بتطلع عليهم. وبعدين الكابتن عادل عبد الرحمن قال لنا ان بدر رجب هو اللي كان بيطلع الالقاب على اللعيبه دي. هو مش عادل بس ده كلهم اشتغلوا معاه. كابتن شريف عشان كبير شويه كلهم اشتغلوا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن عادل وحضروا قصه الافلام دي. ودي كانت مرتبطه كابتن ايمن ان احنا بنحفز اللعيبه في السن الصغير باسماء نجوم كبار. وانا كنت شايف من وجهه نظري الشخصيه يعني ان الاولاد دول لا يقلوا في المرحله السنيه دي عن الاسماء اللي طلعتها عليهم يعني سواء نتفت او بيكم او رمضانة لعيبه كتير جدا عبروت وشكر كنت بسميه اقول ايوه انا حتى اسميهم الحقيقيه انا كنت بنساها. لا ايوه احنا ما كناش بنعرفها الصراحه. كنا اتفاجئت في السكور مع الكابتن عبد الله عيد كان كنت اقول له الاسماء يقول لي كابتن اسمه الحقيقي. طب احنا مش هنكتب بيكم مش هنكتب نتفت مش هنكتب اقول. فكنت بقول له انت بس خد الكارنيهات وسيبني انا معاهم بالاسماء اللي انا حافظها لان مش هعرف اقول شكري بس. فكنت بند عليهم باسماء اللعيبه الكبيره واعتقد ده كان حافز كبير جدا ليهم وتعرفوا بالاسماء دي. وانت برضه اللي طلعت تريزيجيه على محمود حسن وتريزيجيه كان برضه هو صغير سميته تريزيجيه لانه كان هتاكد. ايه يا بدر ايه؟ كمل. تريزيجيه. تريزيجيه ايه ماله؟ ماله ايه؟ بيقول لك انت اللي طلعت عليه الاسم. اصل عادل بيقول لي ان هو اللي طلع عليه الاسم. يا بدر عادل بيقول يا بدر عادل بيقول ان هو اللي طلع على تريزيجيه. تريزيجيه علشان التيشيرت بتاعه. يا كابتن علاء يا كابتن علاء قول يا بدر. الكابتن عادل هو اللي سمى الاولمبيك كلهم. مش عايز يعني انا مش لا لا بص انا هقول لك حاجه على كابتن بدر بجد والله. انا اول ما جيت اشتغل مع كابتن بدر والله بجد يعني كان معانا كورفر عندي طبعا. الراجل ده قال شهاده في حق كابتن بدر بجد يعني. اول ما بدات معاهم قال لي ده افضل عين ممكن يشوف لعيب كوره صغير صح. في السن ده صح. يعني هو قال لي حاجه غريبه قوي. قال لي في العالم مثلا صح. فانا اشتغلت بقى مع كابتن بدر ويمكن لما مشي كورفر هو قاد المدرسه وانا كنت مساعد معاه يعني. ولا وما شاء الله كمان خلي بالك بدر رفع راسنا كبيره جدا 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 في الامارات في شغله. اقول لك حاجه مميز جدا 70-80% مش والله ما تهويل من لعيبه مصر اللي بيجي بدر رجب عارفهم. بدر رجب جاب لعيبه منهم حوالي مثلا لو قعدنا نتفرج على دوري 60% من الدوري المصري بيبقى لعيبه اتمرنت عند بدر رجب وشافهم بدر رجب وجابهم بدر رجب. يمكن كان بيجيب لنا لعيبه بجد يعني من اماكن غريبه. يعني يقول لي خلي بالك انت هيجي لك لعيب بكره في عنده 11 سنه هيجي لك من الحته الفلانيه من العياط من الحته فين وبيجي لي لعيب ويقول لي اللعيب ده هيبقى ايه واللعيب ده هيبقى.
فدي شهاده للكابتن. طب كلهم كانوا عند حسن ظنك لما كبروا يا بدور؟ الحمد لله كابتن ايمن مفيش لعيب خايب يعني، وكانوا جماعه الكباتننا الكبار اللي موجودين عندك كلهم كانوا شغالين في القطاع الناشئين، والحمد لله الاولاد شرفونا يعني وكبروا اسامينا كلنا، لان مش انا الواحد اللي اشتغلت، كان معايا ناس كتير جدا ومنهم اللي موجودين معاك دلوقتي، وغير جمال السيد ومحمد السيد وكل الناس اللي اشتغلوا معايا، مش عايز انسى حد يعني. اللي انا عايز اقوله لك كابتن ايمن ان في الامارات دلوقتي بقى عندنا اكوشا وعندنا لعيبه تانية ادريانو وعندنا مودريتش، يعني انت كملت كمان في الامارات دلوقتي عندنا دي ماريا في الامارات، وبقى عندنا لعيبه بنفس الاسماء اللي طلعوا عليهم موجوده دلوقتي وبيلعبوا في الدرجه الاولى في نادي الجزيره الاماراتي. يعني احنا عندنا عطلان رمضان ده مسمينه دي ماريا من وهو عنده 9 سنين. ايوه دلوقتي بقى دي ماريا في منتخب الامارات وفي الدرجه الاولى في نادي الجزيره وغيره والبقيه تاتي يعني. طب بقول لك ايه يا كابتن بدر، نيدفيد ماشي وعرفناه، بيكهام وعرفناه، تريزيجيه وعرفناه، ايه حكايه كهربا دي؟ لا كهربا ما قدرتش اجيب له اسم اجنبي لان كهربا هو ما يجيش اجنبي بيني وبينه. كهربا كان شقي جدا وهو طيب، لكن اطيب قلب يا كابتن ايمن تقابله في حياتك كهربا ده، اطيب قلب في الدنيا والله. بس كمان بجانب شقاوته دي كان هيسجنني. ايوه كهربا كان هيسجنني. لا يا راجل ليه؟ والله لان احنا كان عندنا دوره في النمسا. ايوه وكهربا كان عندنا قبل النهائي فضرب ولد بالكوع، فالحكم في السن ده ما طلعش خط احمر، فجابه لغايه عندي وقال لي الولد ده بره لان ضرب لعيب زميله يعني الفرقه الثانيه من هم بتوع النمسا يعني. ايوه انا من يعني الماتش خسرانين 2-1 وهلعب كمان ناقص كهربا هيتعادل مش هنلعب نهائي بقى، وانت عارف النادي الاهلي البطوله دي اساس بالنسبه لنا. فقلت له يا كهربا يعني انت هتخسرني كمان مش هنوصل نهائي؟ ايوه فزقيته كده، فكهربا كان صغير فوقع. ايوه فلقيت واحد من المدرجات نازل لي سبرنت. ايوه انت بتضرب ولد صغير؟ قلت له لا ما ضربتوش. وبعدين انت مالك انت؟ ايوه وانت مصري؟ قال لي لا انت لازم تروح السجن. انت مالك انت؟ المهم انا السجن ايه؟ ولا انا بطلع لك الشغل؟ رحت الامارات. قال له هتخسرني البطوله وهتسجنني. عشان كده انت هربت في الامارات. كان معانا محمد عظيمه بيتكلم الماني، نمسا بيتكلم الماني، فقلت له والله محمد انا مش هخسر كمان البطوله وهسجن اسامه الكهرباء، لان لو كده هاخد الكهرباء معايا هسجن لوحدي يعني. فكهرباء بالنسبه لي كان حاجه جميله وولد طيب جدا 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 ولعيب كويس جدا جدا ولسه عنده كتير قوي يا جماعه. انا كهرباء اللي بيدونا ده نص اللي عنده. ايوه 110 كهرباء كان بيلعب بدماغه كابتن ايمن، هداف عظيم جدا جدا لسه لغايه دلوقتي التهديف بالراس ده ما وصلش الكهرباء لما كان موجود في قطاع الناشئين او في مدرسه الكوره. طب وانت يا كابتن بدر برضو اللي طلعت على احمد نبيل مانجا؟ ايه دي بقى مناسبتها ان شاء الله؟ ده ما فيش لعيب اجنبي اسمه مانجا. لا لا عشان احمد مصطفى. لا احمد نبيل مانجا ده، احمد نبيل مانجا ده لعيب من اللعيبه يا كابتن ايمن اللي يعني تحب تتفرج عليها، ملتزم جدا في الملعب وبيجري زي ما بيقولوا في لغه الكوره شايل الرئه، بيجري 60 دقيقه ما بيقفش. ايوه وهو كان مزاجنجي قوي مانجا ده بقى، يعني ايه لازم تدلعه قوي عشان يديك اللي عنده. فمانجا تديك اللي عنده. لا نفسيا كنت بتعامل معاهم الولاد دول ولاد صغيرين بالنسبه لي يعني. كنت بالنسبه لهم اب، فكنت اقول له انا احلى حاجه المانجا وانت بقى المانجا بتاعتنا المانجا العويس اللي هي احلى مانجا بالنسبه لنا يعني. فانت بقى انت اللي اسمك احمد انت اسمك مانجا. فكان يحب قوي كلمه مانجا دي ويبتدي بقى ايه يتكلف الملعب بقى. ايوه يعني تطلع منه عصير تطلع منه شرايح زي ما انت عايز. ايوه صح يا كابتن. والله يا كابتن بدر انت يعني متعتنا بالحديث معاك، ويا رب دايما كده معانا على طول، وبالتوفيق دايما يا حبيبي في الامارات ان شاء الله. ان شاء الله يا نجم حبيبي نشوفك على خير ان شاء الله. طيب قبل ما نطلع لفاصل عندنا نجوم المباراه، عندنا وليد سليمان، ديانج، بدر بنون. ممكن نشوف ارقامهم على الشاشه. وليد وديانج وبدر بنون، وهنختار منهم واحد. وليد سليمان لعب 95 دقيقه، جاب جول، عمل جول اهي، وعمل 4 تمريرات بينيه. ديانج لعب برضه 95 دقيقة، عامل اسيست صانع جول،
واستخلص الكور من الخصم في ملعب الخصم 1 من 4 وقطع 6 تمريرات. بدري بنون لعب 70 دقيقة جاب جول من ضربة جزاء، عمل تمريرات صحيحة 65 من 68 أو 68 من تقريبا 65 من 68، نسبة عنده 96%، وقطع تمريرات 6. لو اخترنا يا كابتن شريف نجم للمباراة من بين الثلاثة دول، بص أنا هقول لك على حاجة. وليد سليمان، لأن أنا قبل ما نقعد أنا وعلاء وعادل وأسامة اتكلمنا على وليد سليمان إزاي بيتحرك في منطقة نص الملعب وبيعوض نمرة 10 اللي هو بيبقى موجود دايما وبيلعبها جيد جدا، اللي هو بيخش في ال 18 بيحذف. الراجل أكنه بيسمعنا ونفذ ده حرفيا، وعمل أسيست واثنين وثلاثة، منهم واحدة اتعملت لأحمد ياسر ما كانش غير موفق فيها، جت في العارضة. فالراجل ده أنا دايما بحسب عندي النتائج. اللاعب يمكن بنون من ورا جاب ضربة جزاء مثلا أو عمل باصات سليمة وكل حاجة، إنما الإفكتيف قوي، النتيجة المحسوسة اللي هي التحركات بالأهداف بالأسيستات والكلام ده اللي العالم كله بيحسبه. فأعتقد إن وليد سليمان نجح في هذا الشكل النهارده، وبنقول له ألف مبروك يعني. كابتن علاء، نجم المباراة وليد سليمان. أسباب نفس الكلام يا شريف، لكن وليد ارقامه وتحركاته في الملعب، مجهوده في الملعب النهارده 95 دقيقه ما حسيتش ان في تعب لوليد. عامل اسيست هدف واحرز هدف ودايما خطر على الجول. وليد لعيب من لعيبه الكوره اللي تحس ان هم كل مره مضمونين. انت وليد مضمون هنعمل كل حاجه النهارده كويسه، يعني وليد عمره بيأدي نص ونص. وليد دايما بيحاول بيأدي اقصى حاجه عنده، موضوع السن عنده مش مشكله. النهارده تحرك كتير جدا 95 دقيقه، زي ما بقول لك صار هدف واحرز هدف. لا اعتقد وليد هو يعني الفعاليه النهارده كلها اعتقد ان وليد نمره 1. كابتن اسامه، انت قلت 3 كانوا جايين في المباراه، لكن انا كنت هختار من 1 من 2، يا وليد يا ديانج. الاثنين قاموا بدر بنون طبعا جايب بنالتي جميل، لكن ما كانش عليهم ضغط. التملي المدافعين بتقاسوا بالضغط اللي عليهم وفي خطوره شالوا حاجات، ما كانش عليهم الضغط الكبير، لكن ادى مباراه جيده. فهي بين وليد وديانج، انا اختار وليد برضو نفس الاسباب اللي كباتن قالوها. عمل التمريره الاولى هايله لطاهر، محمد طاهر جاب جون جميل جدا برؤيه كويسه قوي. استنى يعني الناس كلها اتحركت على القائم الاولاني والثاني، هو استنى عند نقطه الجزاء كده في الكره الثانيه، علي معلول عملها له، حطها بكل سلاسه، هدف جميل، وعمل اكتر من كوره ولعبت الوقت كله. فانا بختار وليد النهارده نجم المباراه. كابتن عادل، والله نفس الكلام، والكباتن كلهم قالوا انا اختار برضو وليد، والكباتن كلهم قالوا الاسباب كلها، ومش هعيدها يعني لان انا رابع واحد بتكلم في الامر. لكن انا فوق كل ده، انا على المستوى الشخصي انا بحبه كشخصيه، لعيب مهم جدا في النادي الاهلي، لعيب كبير قوي، لعيب عنده القياده كويسه قوي، شخصيه محبوبه وكويسه جوه فرقته. بغض النظر عن الصفات اللي بكلمك عليها دي كلها، لعيب مهم جوه الملعب، انتاجه بيبقى اعلى من انتاج اي لعيب تاني حتى لو لعب دقايق. اذا من وجهه نظر نجومنا كبار، وليد سليمان هو نجم مباراه اليوم. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا.